ازيكم حبايبي؟ هنبدأ بقى ريفيجنز الالجبرا والسوليد، صلي بينا على النبي. سيبك من السوليد جيومتري دلوقتي، خلينا نتكلم عن الالجبرا. الالجبرا او المنهج بتاعك بيتكلم عن 3 شباتر كلهم مالهمش علاقة ببعض، ودي حاجة من الحاجات الممتعة في الالجبرا بعكس الكالكولس والاستاتكس والداينامكس. يعني دي حاجة استثنائية هنا في الفرع بتاعنا، اللي هو ايه؟ ان الالجبرا ما فيش اي حاجة ليها علاقة بالتانية. شابتر 1 شابتر مستقل بذاته، شابتر 2 نفس الكلام، شابتر 3 نفس الكلام. طيب هنبدأ شابتر 1. بص، الالجبرا عموما زي ما قلنا قبل كده هي ما فيهاش حاجة صعبة غير شابتر 2. ها، مش صعبة، فيها فكرة، فيها فهم، فيها شرح. شابتر 1 وشابتر 3 حل وخلاص، تبقى عارف القوانين، عارف تستخدمها ازاي، امتى تعمل كده وامتى ما تعملش كده فتعمل حاجة تانية. طب لو واجهتك المشكلة دي بنعمل ايه؟ حاجات محفوظة. اوكي، طيب هنراجع النهاردة شابتر 1. بص كده، شابتر 1 هيتقسم جزئين بالنسبة لي. اوكي، البرمنتيشن والكومباينيشنز والمسائل بتاعت الستوري بروبلمز، اللي هو هاو ميني ويز، يجي يقول لك في كام طريقه، ها، ممكن ارتب بيها الكتب دي. انا مش فاهم ليه، يعني ما ترتبها، لا هو عايز يعرف في كام طريقه ينفع يرتب بيها الكتب دي مثلا، وهكذا. بص كده، كلكم او ناس كتير عندها مشكله في المسائل بتاعت الهاو ميني ويز. طب السبب في ده ايه يا جماعه؟ السبب في ده ان هي من المسائل اللي بتيجي عليها سؤال في الامتحان كله، فانا ما بركزش عليها قوي، خصوصا ان انا مش مدرك اهميتها. يعني هو موضوع ممتع جدا جدا، يعني لما تعرفه هتحبه، وهتعرفه دلوقتي. ها، واحنا بنراجع هنراجع الهاو ميني ويز دي ونديتكت عليها قوي. تاني حاجة طبعا نظرية ذات الحدين، الباينوميال ثيرم. نظرية ذات الحدين دي هو انك ازاي تفك براكت باور 2. نعم، انت بتعرف تفك البراكت باور 2، طب لو اكتر من 2 هتعرف تفكه؟ ها، هي دي الباينوميال ثيرم. تيجي نبدا؟ يلا حبايبي كده. اول حاجه لازم نبقى عارفينها عشان نقدر نبدا في الباينوميال ثيرم، هنفتكر حاجه خدناها السنه اللي فاتت، هي الايه؟ الفاكتوريال. صلي بينا على النبي كده، سيبك من اللي مكتوب كله دلوقتي وركز معايا. دي كده بيتحط جواها رقم، ها، الرقم اللي بيتحط ده لازم أن يبقى بوزيتيف انتجر، لازم يبقى عدد صحيح موجب. ها، الرقم اللي هتحطه مثلا، مثلا مثلا عايز تحط كام مستر؟ احنا كل مره بنحط 5، حط المره دي 6 مثلا. اوكي، فاكتوريال 6، دي بتتنطق كده فاكتوريال، العلامه دي كده يا جماعه، ها، لما بيتحط جواها رقم ده معناه ايه؟ معناه انك بتمسك الرقم ده تضربه في اللي قبله، في اللي قبله، في اللي قبله، في اللي قبله، ها، وبعدين في اللي قبله لحد ما يخلص. يخلص بالنسبة لي يا جماعة ان انا افضل اضرب الرقم في اللي قبليه، 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 يخلص يعني خلاص وصلت للوان. ها، ما هو اللي قبل الوان زيرو، فلو ضربته في زيرو هيبقى بزيرو، فاكيد انا مش هعمل كده. ها، نسمع تاني كده، اخد نفسي بس. حاجة اسمها فاكتوريال ما فيهاش حاجة قوي يعني. الفاكتوريال دي هو انك بتمسك رقم تفضل تضربه في اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه. ها، في ناس تانية بتصغها بالعكس، يقولك بص فاكتوريال اي رقم عبارة عن ايه؟ 1 multiply 2 multiply 3 multiply 4 لحد الرقم ده. صح برضو، ما هي هي، بص كده، ما هو الضرب ابدال يا جماعة، 2 في 3 هي هي 3 في 2، تمام. فهو يقولك ايه بقى بدل ما اقول 6 by 5 by 4 by 3 by 2 by 1، لا، فاكتوريال 6 عبارة عن ايه؟ 1 by 2 by 3 by 4، هفضل اضرب من الواحد لحد الرقم ده، whatever. اوكي، ممكن اخد نفسي. الفاكتوريال دي بقى ايه اهميتها؟ استنى شوية لما نخش على السكشن بتاع هاو ميني ويز، وخلينا ندرس القانون دلوقتي. يبقى انا كده عرفت ان في حاجة اسمها فاكتوريال، الفاكتوريال دي عبارة عن الرقم في اللي قبليه لحد الواحد، في مشكلة؟ وعرفت ان لازم اللي يتحط جوه يكون بوزيتيف انتجر، سيبك من اللي مكتوب، ركز معايا. تاني حاجة عايز اقولك عليها، ها، هي البرمنتيشن، البي. البي دي عبارة عن ايه؟ بتحط هنا رقم وتحط هنا رقم تاني. مثلا 7P3، ركز معايا كده، ها؟
هنا لما جيت اقول لك فاكتوريال قلت لك ان لازم اللي يكون جوه ده يكون بوزيتيف ويكون انتجر. نفس الكلام هينطبق على اللي فوق وعلى اللي تحت، لازم الاثنين يبقوا بوزيتيف وانتجرز. ها قلت حطيت الاس بتاعت الجامعه ليه؟ عشان هما اتنين. اوكي ركز كده. وشرط تالت، لازم اللي فوق يكون اكبر من اللي تحت او على الاقل يساويه. ها يبقى دايما اللي فوق اكبر او بيساوي اللي تحت، في مشكله؟ طيب مستر انا سايبني من اللي مكتوب ده عشان دي قوانين هنشوفها دلوقتي، بس ممكن تفهمني معنى البرمنتيشنز؟ ها عايز تفهم يعني ايه 7 بي 3؟ يعني هتضرب ال 7 في اللي قبليها في اللي قبليها 7 6 5. هي هنا كام؟ 3. المفروض يبقوا كام فاكتوريال؟ يعني ايه فاكتوريال؟ ما سوري انا قلت فاكتوريال، انا اسف، انا قصدي كام فاكتورز. بص كده، فاكتور الثاني الثالث. انت عارف ان انا لما اقول A ملتبلاي B ملتبلاي C ملتبلاي D ملتبلاي E، ها خمس حاجات مضروبين في بعض each of them اسمه فاكتور. ولو مجموعين each of them اسمه ترم. ها ركز في الالفاظ دي. طيب فانا لما اجي اقول لك دلوقتي 7P3 يبقى انت هتضرب ال 7 في اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها زي الفاكتوريال، بس الفرق ايه بقى؟ ان الفاكتوريال انت بتخلصها، لكن في البرمنتيشن انت بتضرب الرقم في اللي قبله واللي قبله لحد ما يبقوا 3 ترمات. يعني بص كده، لو قلت لك 10P4 هتضرب ال 10 في اللي قبلها لحد ما يبقوا 4 ترم، ادي 1 2 ها في اللي قبلها في اللي قبلها 1 2 3 4 4 فاكتورز. انا قلت الترم، انا اسف، 4 فاكتورز. ها في حاجه صعبه في معنى البرمنتيشنز؟ ها طيب مستر مش هتفهمني يعني ايه كومبانيشنز؟ لا، لان الكومبانيشن ملهاش معنى. الكومبانيشن دي جت بقى من ايه يا جماعه؟ من انك بتقول ان ال ان سي ار دي اصلا عباره عن ايه؟ عن ان بي ار على فاكتوريال ال ار، بتقسم البرمنتيشن على الفاكتوريال. ها في مشكله؟ طيب يعني هي ملهاش معنى لوحدها، بعكس الايه؟ بعكس البي وبعكس الفاكتوريال. تعال بقى نشوف القوانين. ها يلا، بيقول لك for every n greater than 0 نسيه يكتب integer، لازم تبقى integer طبعا. فاكتوريال ال n عباره عن n في اللي قبليها في اللي قبليها في اللي قبليها لحد ما تخلصها، ومديك مثال على ده لسه شارح الكلام ده. اوكي طيب بيقول لك بقى شويه خواص، ركز كده معايا. اول خاصيه اقراها، بيقول لك ان فاكتوريال الان بالان في فاكتوريال اللي قبلها. ها افهمك، صلي بينا على النبي كده، مش فاكتوريال 5 مثلا، ب 5 باي 4 باي 3 باي 2 باي 1. طيب ركز كده، حد واخد باله ان دي كده هي فاكتوريال الفور؟ ما هو 5 4 في 3 في 2 في 1، يعني بدأت من الفور وفضلت تنقص 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 لحد ال1، يبقى هي دي فاكتوريال اللي قبلها. فاصبحنا ان احنا معانا اول واهم قانون هنستخدمه في حياتنا في البرمنتيشن والكومبانيشنز والفاكتوريالز طبعا. ها ان لو انا معايا فاكتوريال حاجه، ممكن اخد الحاجة اللي جوه دي واطلعها بره هنا، فيبقى جوه الفاكتوريال اللي قبل الرقم اللي هنا. يعني مثلا لو انا عندي فاكتوريال n بلس 2 وهبت في دماغي، ها معرفش ليه، انا معرفش، هبت في دماغك، ها تقوم واخد ال n بلس 2 دي عايز تطلعها بره، براحتك طلعها بره، بس والنبي خلي بالك ان دي n بلس 2 يعني ترمين، فوانت بتطلعهم والنبي حطهم في براكت بس عشان بس ما بقاش عبيط، لازم احافظ على الكيان. اوكي بعد ما طلعت دول بره يبقى جوه الفاكتوريال ايه؟ ها مش انت خرجت دول، هيبقى فاكتوريال اللي قبلهم، اللي قبل ده بواحد، قبليه بقد ايه؟ واحد. يعني انت خرجت دي، بص هو القانون العام بيقول لك ايه؟ فاكتوريال ال n بيساوي n، يعني انت خرجت اللي هنا ويبقى جوه الفاكتوريال n-1. ها
زي ما كنا بنعمل ديريفيتيف فبنقص واحد. نفس الكلام انا خرجت ال n بلس 2 بره، هيتبقى جوه الفاكتوريال ال n بلس 2 شيل منها واحد، n بلس 2 ماينس 1 يبقى n بلس 1. في حاجه صعبه؟ ها؟ خلاص؟ طيب. ومن القانون الاول ده يا جماعه نشأت اهم فكره في حياتنا في الايه؟ في الفاكتوريالز. اللي هي ايه؟ اللي هي انك اصبح ان عندك الابيليتي الامكانيه ها انك توصل اي فاكتوريال كبير لفاكتوريال صغير انت عايزه. تعال اوضح لك الحته دي. بص كده، انا مثلا في ايه معايا اكويجن، معايا اكويجن في الناحيه الشمال n بلس 2 ايكوال مثلا 7 فاكتوريال n. اوكي طبعا يا جماعه انا طول عمري كنت بقلع عبايه الكالكولس، بقلع عبايه الاستاتكس، بقلع عبايه الداينامكس، والبس عبايه الجبر عشان احل معادلات. ايه المشكله؟ ها المشكله هنا ان الايكويشن دي حضرتك فيها فاكتوريال. انا اعرف احل ايكويشن اوف فيرست ديجري، وممكن اعملها شيفت سولف على الكالكوليتر اصلا. ها اعرف احل ايكويشن اوف سكند ديجري، عادي تخلي الناحيه الثانيه بزيرو وموت. ايوه عادي. ثيرد ديجري على الكالكوليتر، لو ايكويشن فيها فراكشن هعمل كروس مالتيبليكيشن، مش دي المشكله. ها الجديد هنا بقى ان انت جايب لي ايكويشن فيها فاكتوريال، لا مش هعرف احلها. طب اعمل ايه؟ ها لازم اتخلص من الفاكتوريال ده. انا مش بعرف احل ايكويشن فيها فراكشن، سوري مش بعرف احل ايكويشن فيها فاكتوريال. لا انا ولا انت ولا في حد خلقه ربنا، استغفر الله العظيم يا رب، يعني هو انا بقول استغفر الله العظيم يا رب دي حاجه عاديه، ولا في حد خلقه ربنا يقدر يحل ايكويشن لو في 2 او 3 او 4 فاكتوريالز. عشان كده يا صديقي بنلجأ لخطه ان احنا نشوف مين في الفاكتوريالز الاثنين اللي قصادي دول كبير، عشان نلعب في الكبير ده نوصله للصغير. هتوصله من خلال البروبيريتي دي، ها انك بتقدر تخرج وتنقص من الفاكتوريال الواحد، ها وخرج خرج خرج، وكل مره بتخرج بيتبقى اللي قبليه بواحد خرج. فاهم؟ اسمعني اديني فرصه اوضح لك. بص كده، ده فاكتوريال ان بلس 2 وده فاكتوريال ان. ايوه انا شايف. انت بتبقى وانا اعمى، صلى على النبي. مين فيهم اكبر؟ ال n بلس 2 اكبر ولا ال n اكبر؟ ها ده اكبر. فانت عندك الامكانيه انك تخرجه بره، فهيتبقى جوه الفاكتوريال اللي اصغر منه بواحد. فبنعمل ايه بقى يا جماعه؟ بناخد الكبير ده نفضل نخرج مره يبقى اللي قبليه بواحد، وصلت لده اوكي، ما وصلتش خرجه تاني، ها وهكذا لحد ما الكبير يوصل للصغير. تعالى كده نشوف ازاي. بص انا اولا كده كده فاكتوريال ان ما بلعبش فيها، يبقى 7 فاكتوريال ان. اوكي انا بوصل الكبير للصغير، ماشي هخرج ال n بلس 2 بس اخرجها في براكت عشان هما ترمين. لحظه من فضلك، لحظه، ها هو انا لما خرجت ال n بلس 2 بره اتبقى ايه؟ هيتبقى اللي قبل ال n بلس 2 بواحد، n بلس 2 شيل منها واحد يبقى n بلس 1، خرجها هي كمان. حقك يا باشا، ما هو انت من حقك لو بقى ده اهو. بص ما هو بيقول لك اهو، لو انا خدت ده رحت مخرجه هو كمان هيتبقى فاكتوريال اللي قبله. ما هو انت من حقك تفضل يا باشا افهمني، فاكتوريال حاجه خرجها يبقى فاكتوريال اللي قبليها بواحد، خرج دي كمان يبقى فاكتوريال اللي قبليها بواحد تاني، ها وهكذا زي ما انا عملت هنا. انا عايز اوصل الكبير للصغير عشان يبقى هنا في فاكتوريال ان، وهلك ما تريد. حصل، حققت اللي انت عايزه. بص دي ان بلس 2 خرجتها هيتبقى فاكتوريال ان بلس 2 شيل منها واحد يبقى ان بلس 1، ها خرجتها هي كمان هيتبقى فاكتوريال ان بلس 1 لما اشيل منها 1 يعني ان، وده هيكنسل ده، بقت معايا ايكويشن 2 براكتس مضروبين في بعض بتساوي 7 وده رقم. البراكتين دول هفكهم، هضرب الاول في الاول والاول في الثاني والثاني في الاول والثاني في الثاني. خلاص اقلع عبايه البرمنتيشن والكومبينيشنز، ها والبس عبايه الجبر العادي اللي انت عارفها اصلا، في مشكله؟ ها طيب ركز كده بقى معايا. يبقى اول حاجه انا عرفتها الخاصيه الاولى دي، ودي مفيده جدا. ليه؟ لما تيجي تحل اي ايكويشن فيها فاكتوريال
هو بالنسبة لخطط الحل كلها هو مفيش غير طريقة واحدة، ها، انك توصل الكبير للصغير. اوكي طيب، تاني خاصية لازم تعرفها ان ايه الرقم اللي الفاكتوريال بتاعه بيديك صفر، حاجة من اتنين، يا صفر يا واحد، ها. ودي بتضايقني قوي، بص كده المشكلة دي، خلي بالك ركز معايا. لو جه في مسألة قال لك ان فاكتوريال اكس ماينس 1 ايكوال، ها، زيرو، هو ازاي زيرو يا جماعة؟ هو زيرو ايه يا جماعة؟ لحظة بس كده اشوف الكالكوليتر. هو 1، هو مكتوبه غلط. اوكي هعدلها في الشيت اللي هينزل لك، انا مش عارف ايه الهبل ده. اوكي 1، مفيش فاكتوريال في الدنيا يدي زيرو، هو انت هتكفر؟ ده انا ها، انا بس لو اني مش مركز كنت رمحتها على طول، انت هتكفر. بص لما اجي اقول لك ان فاكتوريال اكس ماينس 1 ايكوال 1، كل الناس يا جماعه عشان برضو بعرف حاجه، فاكتوريال اي نجمه لو بيساوي رقم، عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق براحتك، بس انا ما بكدبش. لو ده حصل اكيد مفيش غير نجمه واحده. عشان كده هو لما بيديك ان فاكتوريال حاجه مجهوله برقم، انا اقدر اعرف الحاجه دي عن طريق ان انا اجرب على الكالكوليتر. الفاكتوريال بيتكتب على الكالكوليتر انك تحط الرقم اللي انت عايز تعمل له الفاكتوريال وتحط علامه التعجب كده. علامه التعجب دي اللي هي تحت سيت اب على طول او تحت مود على طول. اوكي بس هتدوس شيفت وتدوس الزرار اللي تحت سيت اب ده، هنشوف لما نيجي نحل يعني. اوكي فده كده يحسب لك الفاكتوريال. فانا اللي انا عايز اقوله يا جماعه ان الرقم اللي طالع هنا من الفاكتوريال مش هيطلع غير من رقم واحد، الا لو قال لك ان الفاكتوريال ب 1، ده الحاله الوحيده والوحيده مفيش غيرها اللي بعرف ان اللي جوه ده حاجه من اتنين. ليه؟ لان في رقمين يدوك الفاكتوريال بتاعهم يديك 1، ها، يا زيرو يا 1، يبقى يا اما الاكس ب 1 يا اما الاكس ب 2. اسمع تاني بعد اذنك، ها، لو انت عرفت ان فاكتوريال مجهول معين برقم، ها، في الحاله دي انا هعرف اللي جوه الفاكتوريال كام. ليه؟ لان مفيش غير حاجه واحده بس الفاكتوريال بتاعها هيديني الرقم ايا كان الرقم كام. يعني ما ي... من الاخر يا جماعه، من الاخر، ها، ما ينفعش يبقى في عددين الفاكتوريال بتاعهم هيطلع لك نفس الريزلت، ما ينفعش الا الزيرو والوان، لان الاثنين الفاكتوريال بتاعهم 1. اوكي ففي اي حاله انت بتقول لي ان الفاكتوريال مثلا بص، جه قال لك مثلا فاكتوريال بربع ب 120، شايف الرقم ده؟ اقسم بالله الرقم ده ما هيطلع غير من فاكتوريال اكس واحده، فانا هقدر اعرف الاكس فور شور بكام، ها، بعكس هنا مش هتقدر تعرف فور شور، هيبقى عندك احتمالين، يا دي، لكن تعرف الاكيد لا. اي رقم غير ال1 بقى، لا، زي ال120 انا هقدر اعرف الاكس بكام. منين بقى؟ هجرب، هشوف بقى مثلا فاكتوريال 4، هكتب كده 4 وبعدين احط علامه التعجب، دي معناها فاكتوريال 4، هدوس ايكوال طلع 24. بص يا كابتن، ممكن واحد يتضايق يقول لي مستر معقوله وانا اقعد اجرب الكلام ده؟ سيبه لما نيجي نحل. بس عموما انت مش بتجرب كتير. ليه؟ انت هتجرب فاكتوريال رقم يديك 120، طلع معايا لما جربت فاكتوريال 4 طلع رقم اقل من ال 120، جرب رقم اكبر، جرب 5 طلع 120. بما ان فاكتوريال 5 ب 120 يبقى اكيد الاكس بكام؟ ب 5. ها؟ في حاجه صعبه يا جماعه؟ موضوع عادي قوي، صح؟ طيب فكت البرمنتيشن، لو معاك ان بي ار بيبقى فاكتوريال اللي فوق اوفر فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت، في مشكله؟ طيب فكت الكومباينيشنز، بيبقى فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. الله، طب ما دي كده البي الان بي ار. ايوه، ما انا قلت لك من شويه ان الان سي ار دي اصلا عباره عن ان بي ار اوفر فاكتوريال الار اهي، ها. من شويه قلت لك ان انا مش بعرف احل ايكويشن فيها فاكتوريال، وعشان كده بتلجا انك توصل الفاكتوريال الكبير، تفضل تخرج وكل مره بتخرج بتنقص واحد، وتخرج
وتوصل الفاكتوريال الكبير للفاكتوريال الصغير، صح؟ ها؟ طيب هنا بقى ركز بالله عليك، لو جاب لك بي او سي، كل اللي هتعمله زياده انك هتفك البي بالقانون ده، حولتها فاكتوريالز، وصل الفاكتوريال الكبير للصغير، السي حولتها فاكتوريالز، وصل الفاكتوريال الكبير للصغير، قوم ايه لما الفاكتوريال الكبير هيوصل يبقى زي الفاكتوريال الصغير، بيو بيو هيكنسله، ها؟ فتقدر تحل المساله عادي. يلا حبايبي، رولز لسكشن البرمنتيشن، صلي بينا على النبي. اللي بيخليك تحس ان البرمنتيشن والكومبينيشنز صعبه، ها، حاجه من اتنين، اولا ان هي قوانين كتير وانت بتتخنق، تاني حاجه القوانين دي بتخليك تحس انك كده تايه، اوكي. تاني حاجه ان انا مش بعرف اشرح حاجه زي كده يا جماعه، اشرح ايه؟ قانون يا باشا وما فوق. طب تيجي نركز فيها كده ونشوف لو انا حاولت اشرحها على قد ما اقدر هنعمل ايه. ها، ركز فيها. اول قانون بيقول لك ان ان بي ان دي فاكتوريال للان، واظن ده واضح. مش ان بي ان معناها انك هتضرب ان في اللي قبلها واللي قبلها بحيث يكونوا ان فاكتورز، ها؟ فانت كده خلصتها كلها، انت هتوصل لحد ال1، فده معنى كلمه فاكتوريال ان، تبقى عارف ان ان بي ان هي فاكتوريال ان، اوكي. تاني حاجه، ال n p 0 ب 1 وال n p 1 ب n. مستر مش فاهم، ده اكسبريشن n p 0 يعني معناها انك هتضرب ال n في اللي قبلها واللي قبلها كام مره؟ ولا مره، يعني انت ما ضربتش حاجه في حاجه اصلا، يعني 1 اكسبريشن. ها، ديفينيشن تعريف، يعني ما حدش يقول لي اصل هي جت منين يا باشا، هو كده. هو اللي وضع البرمنتيشنز قال ان ال n p 0 ايا كانت ال n بكام، ها، ال NP01 هو قال كده وحر يعني، اوكي. طيب تاني حاجه، NP1 بان، ودي واضحه برضو يا جماعه. NP1 دي مش معناها ان انا هضرب ال N في اللي قبلها واللي قبلها بحيث يبقوا كام فاكتور؟ واحد، يعني مفيش غير N بس. يبقى دي بتساوي N، في مشكله كده اهو. انا بحاول افهمك كل قانون، ماشي. فاحنا بنحل بقى، طبعا هنثبت المعلومات دي، بس السامري دي يا جماعه، البي دي اف ده ابقى اقراه انت، يعني قوانين انا بحاول بس كده عشان وانت بتقرا تلاقي حد ايه يعني، اوكي ماشي. بص القانون ده مهم جدا جدا وخطير وحلو قوي، ها، صلي بينا على النبي. بيقول لك لو لقيت فاكتوريال A على فاكتوريال B، ممكن تقول ان ده عباره عن A اللي هي اللي فوق B، A ماينس B اللي هي اللي فوق ماينس اللي تحت. اعمل العكس وفك كده عشان تتاكد ان القانون صح. يلا، ده بيساوي طبقا للقانون اللي انا اصلا عارفه، فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت، فايه الماينس هتتوزع على ده وعلى ده، فهتبقى ايه ماينس ايه يكنسلوا بعض، ماينس نيجاتيف بي يبقى بوزيتيف بي. ها، ايه رايك؟ ها، اسمع تاني كده، فاكتوريال اللي فوق على فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت، ايه ماينس وزع النيجاتيف هنا تبقى دي ماينس ايه بلس بي، فالايه تكنسل الايه بقى بي. ها، في اي مشكله كده؟ طيب فانا بقى بديك القانون بالعكس، يعني انا مثلا دلوقتي جالي في مساله، تبقى عارف على طول ان دي 5 بي، ها، 5 ماينس 3 2، في مشكله كده؟ بس القانون ده ليه شرط، ها، لازم عشان يطلع كل حاجه مظبوطه. افرض انا جبت لها فاكتوريال 3 على فاكتوريال 5، هتقول لي ان دي بتساوي 3 بي، 3 ماينس 5 يعني نيجاتيف 2. ما ينفعش، ما ينفع، ما هو طلع نيجاتيف اهو، فلازم يكون الايه اكبر من البي او بيساويه. لو الايه بتساوي البي يبقى 0، وفاكتوريال 0 حاجه بي 0 ب 1، ها، بس هي مش هتحتاجها لو هو بيساويه، يعني ليه؟ لان هي لو فاكتوريال ايه على فاكتوريال ايه برضو، طب ما انت كده كده هتكنسلهم مع بعض وتقول ان ده بيساوي 1 من قبل ما تقول ان دي كده A P 0 و A P 0 ب 1، ها؟ شفت الترابط بينهم؟ قوانين، اوكي؟ طيب، لسه قايلين ان فاكتوريال N بيساوي N P N، صح كده؟ وبيساوي N P N ماينس 1. ايه ده؟ ليه بيساوي N P N؟ مش فارقة، ليه؟ صلي بينا على النبي. حد عارف ليه ده بيساوي ده؟ ها؟ ايه الفرق بين npn و npn-1؟
في ال N P N انت ضربت ال N في اللي قبلها واللي قبلها N مرة فوصلت لحد 3 2 1 اخر واحدة هو ها. لكن لو N minus 1 انت ما ضربتش في ال 1. طب هو فرقت ايه؟ افهم تاني، افهم تاني بالله عليك عشان تبقى فاهم القانون ده. بس N P N دي معناها اني هضرب ال N في اللي قبليها لحد ال 2 وال 1. طب ال N P N minus 1 ده معناه ان انا هضرب ال N في اللي قبليها وهكذا، بس N minus 1 factor يعني اقل من دي بواحد، يعني لحد ال 2 بس كده بس. طب وال 1 دي يعني هتغير قيمة حاجة، فيبقى ده بيساوي ده. ها من القانون ده نقدر نستنتج ايه بقى؟ ركز معايا بالله عليك، ان لو ال N P R whatever ال R بكام وال N بكام ده طلع بيساوي فاكتوريال N، يبقى عندك احتمالين. ها صل على النبي، الحاجات دي خطيرة ومع اني ممكن احلها بالتجربة يعني، بس هي خطيرة. ركز كده، انت لو جيت دلوقتي قلت لي 5PR equal factorial 5 اوكي، بس هي يعني كده تبقى سهلة، ما انا ممكن اجرب ال R. لا بص خليها اصعب شوية، مثلا خليها انه x وy x p y equal factorial x. ها تقسم الصفحة نصين، وده جزء من شخصيتي لان هنا في احتمالين. هنا كده يا اما ال y ركز بقى بالx منطقي، ما هو x p x بفاكتوريال ال x. ها فده معناه ان ممكن ال y تبقى بx، في احتمال تاني ان ممكن ال y تبقى بالx minus 1، وده قانون يا جماعة ما نقعدش نحور اهو، ما تعين انا بعمل نفسي بشرحه قانون. ها نبقى نشرح في الهوا ميني ويز. طب تعالى نكمل. لو اي بي ار بيساوي بي بي ار، يعني لو اللي تحت قد اللي تحت، ها يبقى ده معناه ان اللي فوق قد اللي فوق اهو، ممكن الار بزيرو فيبقى 1. افهم تاني يعني ده بيتفهم، ده مش هينفع يبقى قانون، صلي بينا على النبي. لو انا جيت قلت لك A P R، انت اخوك الصغير اختك الصغيرة، ها انت اي طفل 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 بيبي، ها قول له بص كده A P R B P R يبقى اكيد الاي بتساوي البي صح ولا ايه؟ هيقول لك اه طبعا، بيلعب بازل فاهم. اي انسان منطقي على فكرة، انا ما بلوموش اي انسان منطقي انه اول ما يشوف المنظر ده يقولك البي دي هي البي دي والار دي هي الار دي، يبقى اكيد الاثنين اللي فوق بيساوي بعض. بس الفكره بقى ان ده فعلا احتمال اكيد صح طبعا، ما هو ممكن يبقى ده قد ده، بس ممكن الار دي اساسا تكون زيرو. الاي والبي ما بيساويش بعض بس الار دي زيرو، فاي رقم بي زيرو ب1 فيبقى الناحيه الشمال دي ب1، واي رقم بي زيرو بردك ما انا لسه قايل ب1 يبقى ال1 فعلا بيساوي ال1. ها ده احتمال وارد جدا اوكي. طيب اخر حاجه، احنا قلنا لو اللي تحت قد اللي تحت، طب لو اللي فوق هو اللي فوق، ايه علاقه اللي تحت ببعض؟ بيساووا بعض. ركز كده بقى، ركز كده بالله عليك، او الاي بتساوي الان والبي بتساوي ان ماينس 1، او الاي هي اللي بتساوي ان ماينس 1 والبي بتساوي الان، وده برضو من القانون ده. استنى بس اخد نفسي كده مش فاهم اي حاجه، ايه اللي انت قلته ده؟ صلى على النبي، ركز في القانون ده والقانون ده، هما الاثنين زي بعض تقريبا. اول واحده، ها لو الاثنين اللي فوق سوري لو الاثنين اللي تحت قد بعض، يبقى يا اللي فوق قد بعض يا اللي تحت اصلا زيرو. ها سوري انا قلت ده، انا قصدي ده، ده هو ده. طب لو الاثنين اللي فوق قد بعض يبقوا الاثنين اللي تحت ممكن يكونوا قد بعض، وده اول احتمال، وممكن يكون ال A اللي هي دي بتساوي N وال B بN minus 1 وده تاني احتمال. تالت احتمال هو عكس دي، مبدلين ال A بال B، ال B هي اللي بتساوي ال N لكن ال A هي اللي بN minus 1. ها وطبعا ده واضح جدا، هو راح فين؟ واضح جدا من القانون ده اهو. بص مش N P N بتساوي N P N minus 1 كده كده؟ ها فانا قلت لك ان N P A بتساوي N P A B، ده معناه ان ممكن تكون الاي دي هي الان والبي دي هي الان ماينس 1، وده احتمال،
وممكن العكس، ما يمكن البي دي هي الان والاي دي هي الان ماينس 1، وده احتمال تاني. انا اتكلمت على الاحتمالين دول. اخر احتمال وده خطير جدا، ها ان قد ان بي قد بي يبقى اكيد الايه قد البي. ها يلا يا باشا كده بقى نخش على السكشن الثاني، ها القوانين بتاعت الايه الكومباينيشنز، قوانين كده كده بتتحفظ. اوكي سيبك من ده، ده الاهم. اوكي البي على السي وحاجاتهم واحده لا مؤاخذه يعني، ها يعني ايه مش فاهم؟ يعني انت بتقسم بيرمنتيشن على كومباينيشنز، كومباينيشن ها، والان نفس الان والار نفس الار، دي معنى كلمه حاجاتهم يعني الان والار واحده، يبقى على طول ده فاكتوريال اللي تحت اللي هي الار. في مشكله؟ طيب قانون مهم جدا، الان سي ار هي هيها الان سي ان ماينس ار، يعني ان سي رقم هي هي الان سي، اطرح الاثنين دول من بعض. في مشكله؟ طيب ده بقى معناه ايه؟ الحته دي مهمه جدا بتيجي كتير. هات اخوك الصغير، ها قول له ان سي اكس بتساوي ان سي واي، فيقول لك يبقى اكيد الاكس بتساوي الواي، وكلامه مش غلط مع اي حد بازل. بس في احتمال تاني ان يكون مجموع الاثنين اللي تحت مجموعهم بيديك الان، دي بقى مهمه وبتيجي كتير. اوكي ها كمل، كلها قوانين، ركز في ده وده عشان بنغلط في حاجه. هقول لك ايه هي دلوقتي، ان سي ار اوفر ان سي ار ماينس 1 بيساوي الان ماينس الار بلس 1 على الار. الار هنا يا جماعه خدت الرقم الكبير، ها يعني انا لو جبت لك مثلا 15 سي، حط الكبير فوق، بص ار فوق وتحت ار ماينس 1، يبقى 15 سي مثلا 6، يبقى هنا 15 سي ايه 5، تبقى 15 ماينس ار الكبير 6 بلس 1 على 6. واحد يقول لي مستر انت وكاتبها لي كمان جريتر ار، ايوه طب ما الموضوع واضح يعني، ها اصل في قانون في الباينوميال هناخده كمان شويه بيبدل، بيبقى ان سي ار بلس 1 على ار، فبيبقى سوري بيبقى الار هنا الصغيره، ها نفس القانون هو هو، والار دي والار دي اقصد بيهم بقى لو دي كانت ترمات في الباينوميال سيرم كنت تاخد الفايف. اوكي طب سيبك من الكلام ده، بس خد بالك ان في السي بناخد الكبيرة وبتفرق كمان شوية. هنا لما باجي اجمع، طالما الان نفس الان اوكي، وعايز تجمع ار على اللي قبلها، اجمع الان سوري زود على الان واحد وخد الكبيرة اهو وتيك جريتر، فاهم حاجة؟ ها يا بص جات لي مسألة مثلا 10 سي 5 بلس 10 سي 4، دي على طول بكام؟ زود على ده واحد يبقى 11 سي الكبير، ها اوكي. بيقولك بقى ان لو ان سي ار بتساوي ان بي ار، ده معناه اكيد ان فاكتوريال ار بايه ب1. ركز تاني كده، ما هو بص من القانون ده، مش البي على السي بتساوي فاكتوريال ار، هتودي السي بالديفايدد، فيبقى فاكتوريال الار اللي هو بي على السي ها ب1، وفاكتوريال ار لو ب1 فاكر كان في احتمالين، يا الار بزيرو يا ب1، ودي الكيس الوحيده اللي بيكون الفاكتوريال بيساوي رقم والار ليها احتمالين، ها لان اي رقم غير ال1 غير ال1 ما بيبقاش ليه غير قيمه واحده، ها طيب طيب هنا بقى زي البي بالظبط، لو اي سي ار بتساوي بي سي ار يعني اللي تحت زي اللي تحت، يبقى برضو نفس الاحتمالين بتوع البي، اللي فوق قد اللي فوق، وده اللي اخوك الصغير هيقوله صح مش غلط، يا اما ان الار اصلا بزيرو، ما لو الار دي بزيرو ان سي 0 ب1 اوكي، وان سي ان ما هو ان سي 0 هي هي ان سي ان ماينس 0 ها ب1 برضو، وان سي 1 بان، دي بقى مش عارف ايه اللي جابها هنا، دي بيقول لك ان دايما السي اقل من البي، او دايما البي اقل سوري اكبر من السي. انا ما اتخنقت يا جدعان، عمال اقرا قوانين يا جماعه، البي اكبر من السي ودي بديهيات. ليه بديهيات يا كابتن؟ اذا كان البي على السي بيديك حاجه كبيره فاكيد اللي فوق اكبر. اوكي طيب قانون تافه بيقول لك اكبر قيمه للسي على حسب الان، لو الان ايفن هتبقى ان سي نص الان، يعني مثلا لو 10 سي اكبر قيمه لل 10 سي هتبقى 10 سي كام؟ نص ال 10 5، ده لو هي ايفن. اوكي طب لو هي اود، ركز بقى كده، ان سي هيبقى فيه 2 قد بعض، لو هي اود يا مثلا
15 سي اوكي ان ماينس 1 نصها يعني 14 اوفر 2 يعني 7 دي هتلاقيها برضو بتساوي 15 سي كام ان بلس 1 نصها اللي هي يعني اللي بعدها على طول 8 ها ها في مشكله يا جماعه ليه بص لو تاملت القانون ده هو فين ده هتفهم ليه ها ليه لان ال n c r بيساوي ال n c n ماينس r فانت محتاج الفرق ده يكون اقل ما يمكن عشان كده بتاخد النص بتاعها لانك لو زودت عن ال 8 ال 9 هيبقى الفرق بين ال 15 وال 9 صغير صغير انما انا عايز الفرق كبير ها مش مهم مش مهم احفظه يلا حبايبي نبدا في سيكشن جديد من المسائل الاسئله اللي بيجي يقول لك فيها هاو ميني ويز ها يديك تاسك معين حاجة معينة انت مطلوب منك تعملها او انا هعملها او في حد غيرنا ولا انا ولا انت حد تالت هيعملها اوكي حاجة هتحصل يجي يسألك يقولك في كام طريقة الحاجة دي ممكن تحصل بيها طبعا انا وانت مش هنتدخل في ارادة ربنا يعني اللي هيحصل هيحصل بس هو ما بيسألكش ايه اللي هيحصل استغفر الله العظيم يا رب لا يعلم الغيبة الا الله لكن هو بيسألك ممكن تحصل بكام طريقة اديك مثال لو سمحت دلوقتي انا مثلا عايز اقتلك اوكي فمعايا مسدس ومعايا سكينة بس فكده في كام طريقة ممكن اقتلك بيها بفرض ان مفيش طريقة تانية تالتة هقدر اقتلك بيها فهما طريقتين يا بالمسدس يا بالسكينة ها وهكذا بس طبعا الموضوع مش بسيط قوي كده طيب عشان نبدأ في الدرس ده نصيحة يعني مني لازم تفهمه ده رقم واحد وتحبه ها ده رقم اتنين لما تحب الموضوع هتقدر تفهم اكتر صلى على النبي انا بحل الاسئلة دي عندي كذا طريقة واحد القوانين في قوانين مشهورة مثلا عايز تختار كذا من اصل كذا ان سي ار n plus 1 n minus r plus 1 c r في قوانين ها قوانين عارف هي بتعمل ايه اوكي فدي سيكشن سهل ها يجي يقول لك كذا تقوم مطبق القانون على طول ما فيهاش مشكله تحسبها على الكالكوليتر في نوع تاني ها محتاج تفكير تخمين ونوع اخير وده اللي مهم قوي ها هو النوع بتاع الديجيتس وتقعد تحط لي هنا مش عارف ايه هم ثلاثة ما فيش غيرهم ولعلمك الدرس ده مش هتفهمه دلوقتي قوي لما هاجي احل ان شاء الله اول ما هاجي احل هتلاقيني بقول لك ايه وانا بحل ركز كده معايا هتلاقيني بقول لك بص انا هفكر في كذا وكذا وكذا ما انا ما عنديش غيرهم ما انا ما عنديش غير ثلاثة هفكر في كذا دي مش هتنفع عشان كذا دي مش هتنفع يبقى اللي هتنفع دي ونحل بيها وخلاص ها ما هم ثلاث طرق يا جماعه وانت مصعب الدرس الموضوع بسيط قوي تعالى كده نبدا اول حاجه بص يا صديقي ممكن اقول حاجه ها الدرس ده بيتكلم عن ايه بيتكلم عن انه يجي يسالك يقولك في كام طريقه ممكن اعمل بيها الحاجه الفلانيه فمبدئيا كده قبل ما اتكلم ازاي تقدر تعمل حاجه بان طريقه وحاجه تانية بان طريقه خلينا نفترض ان في حاجتين حاجه ممكن تتعمل بام وحاجه ممكن تتعمل بان مش فاهم ايه ام وان دي عدد طرق حاجه معينه افهمني تخيل معايا ان في تاسكين بيتعملوا دلوقتي يعني ايه تاسكين مستر ماشي مش فاهم هديك مثال مشهور يعني انا واقف في فصل في حصه في هنا بنات في هنا اولاد قررت ان انا هكافئ خمسه بنات وخمسه اولاد اوكي طيب سيبك من الاولاد دلوقتي خمسه بنات هما كام بنت 100 انا هختار منهم كام خمسه في كام طريقه ممكن اختار بيها الخمسه من اصل ال100 دول مش مهم مش موضوعنا في 20 طريقه يبقى انا دلوقتي عندي اول حاجه عشان عشان يتم اختيار البنات في 20 طريقه انا حاسس اللون ده وسخ شويه مش حاسس وانا متاكد في كام طريقه 20 طريقه اوكي ركز بالله عليك انا قدامي 20 طريقه ممكن اختار بيهم البنات يا جماعه يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا في 20 طريقه جبتهم منين يا عم انا بقول لك مثلا اوكي معلش خلاص هنختار خمس بنات في 20 طريقه ممكن نختار بيهم الخمس بنات دول استنوا شويه تعال نشوف كده الولاد بقى عدد الولاد اكبر فعدد الطرق اكتر
فيبقى قدامي مثلا قول 30 طريقه ممكن اختار بيهم الاولاد. بالله عليك ركز كده. اه هو ده معنى الكلام. بيقول لك لو في تاسك او حاجه اكت حاجه معينه ليها ام طريقه وحاجه تانية ليها ان طريقه، وهيكلمك في حاجتين. فكره انك تعملهم اند، تعملهم هما الاثنين مع بعض، يعني انت هتختار بنات واولاد وتكافئ ده وتكافئ دول، فاهم؟ يعني انت هتكافئ ده وده، يعني انت هتعمل التو تاسكس او التو ايفنتس الحدثين هتعملهم مع بعض، ولا انت هتعمل يا ده يا ده؟ افهمني على فكره انت رقم 2 دي سهله قوي. بص كده، لو انا هعمل يا ده يا ده هختار يا ده يا ده، لا اله الا الله، عندي 20 طريقه هنا وقدامي هنا 30 طريقه، ويبقى انا كده قدامي كام طريقه لو انا هعمل دول او دول؟ 20 و30 اجمعهم. هيبقى عندي 50 طريقه. افهم تاني كده، ما هو انت لو بتعمل ده او ده قدامك 20 طريقه عشان تعمل حاجه الاولانيه، زائد في 30 طريقه، يبقى انت عندك 50 طريقه. اه 20 هنا و30 هنا، ما انا هعمل يا ده يا ده. عارف بقى لو اند بتعمل بينهم ملتبلاي، طب ممكن افهم ليه؟ افهمك، انت عندك كام طريقه بس عشان تختار خمس بنات؟ ها في 20 طريقه صح، قصاد كل طريقه منهم في 30 طريقه تانية، فيبقى انت عندك 20 في 30. ازاي؟ مش فاهم. افهمك، بص كده. والله لا فاهمك، انا فاضي، ركز كده. في كام طريقه ممكن اختار بيها البنات؟ 20 طريقه. طب انا هعمل ده وفي نفس الوقت هعمل ده صح، ولا هعمل ده او ده؟ ما هو بالراحه، لو انا هعمل ده بس او ده بس تفرق كده، انت بتعمل ده اور ده، يبقى انت مش هتعمل الاثنين مع بعض. بصوا يا جماعه، كلمه اند واور دي مش معناها اند واور، يعني مش بخيرك، لا، اند دي معناها انك هتعمل الاثنين مع بعض، ده اند و ده، تعمل اثنين، اوكي؟ لكن دي معناها انك هتعمل بس واحد منهم. فهنا يا جماعه الموضوع سهل، في اورد سهله، سهله انك تفهمها، لو ما فهمتهاش تبقى انت لا مؤاخذه. بص كده، انا عندي 20 طريقه اعمل بيها الحدث ده، يبقى انا قدامي عشان اعمل دول كام؟ 20 طريقه. هعملهم او هعمل ده، دول 20 طريقه ودول 30 طريقه، يبقى انا كده عندي كام طريقه اعمل اللي انا عايز اعمله؟ اللي هو ايه اللي انت عايز تعمله؟ ها انت في حاجه عايز تعملها مش عايز تقول لي؟ يا باشا من الكلام واضح، انا عايز اعمل ده او ده، فانا كده عندي كام طريقه اعمل اللي انا عايز اعمله؟ في 20 هنا وفي 30 هنا، يبقى انا قدامي 50 طريقه، اختار بقى يا 20 من هنا او اجمعهم، انا كده قدامي 50 طريقه. حلو، انما لو انت هتعمل الاثنين مع بعض، ركز كده بقى معايا، هنا انا قدامي كام طريقه؟ 20 طريقه، ركز كده، مع اول طريقه قدامي اخترت اول طريقه، جيت عند الولاد لقيت قدامي 30 طريقة. طب لو اخترت تاني طريقة قدامك كمان 30 طريقة، افهم تاني، صلي بينا على النبي. الموضوع غريب صح؟ لو انت عملت او لو اخترت الاختيار الاول، قصادك كام اختيار هنا؟ 30، يبقى انا كده لو اخترت اول طريقة بختار بيها البنات عندي 30 احتمال اختار بيهم الولاد، يبقى كده في 30 احتمال. كمل، هختار تاني طريقة للبنات، قدامهم برضو 30 طريقة للولاد، يعني كل طريقة قدامها 30، فانت كده هتضرب العشرين في التلاتين. بص كده، اشهر مثال لحاجة زي كده، لو برمي كوين مثلا مرتين، الكلام ده probability، يعني اول مرة ممكن يطلع هيد او تيل، خلاص؟ طب لو طلع هيد يبقى تاني مرة هيطلع ممكن يطلع هيد وممكن يطلع تيل، فقصاد الواحدة من هنا في اتنين هنا. طب لو تيل، ما برضو ممكن يطلع هيد وممكن يطلع تيل. عشان كده لما بتيجي تجيب عدد طرق اللي ممكن ترمي بيها داي مرتين، ها، ما بتبقاش 2 بلس 2 اللي هي 4، بتبقى 2 باي 2 اللي هي 4 برضو، بس فرق الطريقة، اتنين كل واحدة قصادها، دي قصادها كام؟ دي قصادها 2 ودي قصادها 2، نفس الكلام. بص كده، انت عندك الام كام طريقة مثلا؟ احنا قلنا 20، يبقى ادي 1 2 3 20 طريقة، قصاد كل واحدة ممكن اختار كام واحدة؟
30 واحده. الاحتمال الاول من البنات مع الاول من الولاد، الاول من البنات مع الايه مع الثاني مع الثالث مع الرابع لحد 30. كده خلصت اول 30 احتمال، لسه في 30 تاني وفي 30 تالت وفي 30 20 مره. عشان كده بعمل مالتيبليكيشن. ها ركز تاني. عارف عامله زي ايه؟ هلبس تيشيرت عندي 3 تيشيرتات وبنطلون عندي 5. ها هو انت يا هتلبس تيشيرت بس يا هتلبس بنطلون بس، فانا كده عندي 8 طرق. بص لو انا دخلتك محل قلت لك تعالى، لا 3 تيشيرتات و5 بنطلونات، جيت قلت لك يلا في كام طريقه ممكن تاخد بيهم تيشيرت او بنطلون. لا اله الا الله، في 3 تيشيرتات وفي 5 بنطلونات، يبقى انا عندي كام طريقه؟ ما يا هختار تيشيرت يا اما هختار بقى، يبقى انا عندي 8 طرق. يا ده يا ده يا ده في الثلاث تيشيرتات، يا ده يا ده يا ده يا ده يا ده في 5 بنطلونات، يبقى عندي 8 طرق. انما لو جيت قلت لك في كام طريقه ممكن تلبس بيها طقم، تختار تيشيرت وبنطلون، ركز كده بقى، عندك 3 تيشيرتات و5 بنطلونات. ها ركز كده، احنا قلنا في الاور بجمع، ودي منطقيه، ما انا هو لما قلت لك تعالى خش معايا المحل اختار لو هتاخد تيشيرت او بنطلون او ها هتجمع، ودي اقتنعت بيها. انت مش مقتنع قوي بالاند ان انا هعمل مالتبلاي، تعالى اثبت لك. طب لو انا قلت لك هتاخد تيشيرت وكمان يبقى انت هتاخد هنا وهنا، هتعمل الاثنين مع بعض، يبقى انا كده ما بدكش اختيار، لا انا بقول لك خد من هنا واحد ومن هنا واحد. اوكي ركز كده، عندي 3 × 5 15 طريقه. ازاي؟ اقول لك اول طريقه، انت ممكن تختار التيشيرت الاول ده، حلو خده، وممكن تختار البنطلون ده، ادي طريقه. ممكن تاخد نفس التيشيرت بس تختار البنطلون الثاني، ممكن تختار الثالث الرابع الخامس، في 5 طرق للتيشيرت الاول بس، لسه الثاني في كمان 5، لسه الثالث. عارف التيشيرت الثالث ده ها لو اخترته ممكن تختار البنطلون الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس، عندك 5 طرق او احتمالات للتيشيرت ده بس، و5 للتيشيرت ده بس، و5 للتيشيرت ده بس، يبقى انت قررت الخمسة 3 مرات. ما هو ده معنى المالتيبليكيشن. امال انت فاكر ايه معنى كلمه مالتيبليكيشن؟ ان في ام، يبقى انا بكرر الان ام مره. ها اظن كده الموضوع واضح، ممكن اخد نفسي. يبقى ملخص كل ده ان انا لو عندي حاجتين بيحصلوا وعارف الحاجه الاولى ليها كام احتمال والحاجه الثانيه ليها كام احتمال، عايز اعرف حاجه كمان واحل المساله، هما الاثنين دول هيحصلوا مع بعض فاعمل مالتبلاي ولا يا ده يا ده، سوري يبقى هعمل بلس، مش عارف. طب سؤال بقى دلوقتي، ها حلينا مشكله الاند والاور، بس تبقى فاهم ان اند دي معناها ان الاثنين بيحصلوا at the same time، يعني انت هتعمل دي ودي. اوكي زي انا اقول لك انا هختار 5 بنات و5 ولاد و5 ولاد، هكافئ 5 من هنا و5 من هنا. دايما يا جماعه هو مش هيجي يقول لك مش هيجي يقول لك خد يا طالب تعالى تعالى مش احنا هنعمل اند، هنعمل ايه اند، فتقوم انت عامل مالتبلاي، لا 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 لا، ولا يقول لك انا عامل اور، هو يقول لك ايه انت تفهم بقى، انا جيت بقول لك مثلا هكافئ 5 بنات و5 ولاد، فخلاص يبقى انا واضح جدا من كلامي اني هعمل ده مع ده اند. اوكي لكن لو انا جيت قلت لك انا بقارن يا هكافئ البنات بس لو كسبوا يا هكافئ الولاد بس، يبقى دي كده اور، اجمع. ها طيب عرفنا لو اند هنعمل ايه، لو اور هنعمل ايه. السؤال بقى المهم جدا. سؤال خطير، هجيب ازاي اصلا عدد احتمالات اي ايفنت او اي تاسك او اي اكشن، هجيب ازاي عدد احتمالاتها؟ يعني انا لو معايا دي ودي هضربهم وهجمع، ماشي. انا بقى هعرف منين؟ يعني انا دلوقتي يا مستر قدامي 100 بنت، هكافئ منهم 5، عندي كام طريقه اختار 5 من اصل 100؟ ما هو ده بقى اللي احنا هناخده كمان شويه. ايه ده بس شويه، انا ما قلتش حاجه انا معلمه. انا عامل ازاي؟ ها واخيرا ها جت اللحظه اللي هفهم فيها
يعني ايه permutations ويعني ايه combinations. صلي بينا على النبي. هديك مثال صغير يوضح لك الفرق ما بين ال P وال C. ركز كده معايا. بيقولك if we have four letters، عندنا اربع حروف A B C D. اربع حروف غراب قوي. بيقولك ايه بقى؟ انا عايز اعمل كلمة بتتكون من حرفين، قليل قوي يعني، بس اوكي اوكي ركز كده معايا. لحظة معلش. سوري يا جماعة سوري. ها صلى على النبي. انا معايا اربع حروف، عايز تعمل كلمة بتتكون من حرفين من الاربع حروف دول. لحظة من فضلك، سيبك من المكتوب عشان هو ده كلام فارغ. اربع حاجات، لا تكن حبيس الحاجات دي. ها حروف ارقام بربقات، انا مالي معايا اربع حاجات مختلفة. تفرق كتير قوي، اوعى تكرر لي حاجة وتشتغلني. لا ولا ولا. تخيل انا قلت لك انا هديك اربع حروف، خد ايه 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 ده. انت بتدي اربع حروف نفسه؟ لا لا لا، قصدي اربع حاجات مختلفة. اوكي اربع حروف يعني، يا اخي اربعة اي حاجة بقى. ما تجننيش بقى، اموت نفسي بالقلم. ركز بقى معايا. طيب معاك اربع حاجات مختلفة، اوكي هختار منهم حاجتين. خد شايف الاربعة اللي قصادك دول؟ ها خد خد اللي انت، اختار حاجتين. فانت هتقول لي مستر ممكن اخد الاي والسي، سوري والدي، براحتك. واحد تاني يقول لي مستر معلش انا هاخد الاي والبي. يا عم اللي انت عايزه. في كام طريقة ممكن اخد بيهم؟ اتنين من اربعة. بص بقى يا كابتن، شوف الفرق ما بين البرمنتيشنز والكومبانيشنز. في البرمنتيشن اللي هي البي، ها انت معاك كام حاجة وهتختار منهم كام؟ انا معايا اربع حاجات هختار منهم اتنين، هتطلع 12. جرب على الكالكوليتر احسب 4P2 هتطلع 14، ايه 12. ها ايش اصلا ضعيف في الحساب. طيب الكومبانيشن بتبقى سي، ها معايا اربعة هختار منهم اتنين، اها هتطلع 6. ركز بالله عليك بقى، ركز بالله عليك. يبقى في البي او السي بنكتب فوق العدد الكلي وبنكتب هنا الحاجات اللي انا هاخدها من الفور. يعني انت مثلا دلوقتي، استنى ولا مش سيبك من A و B و C. من شوية انا كان قدامي 100 بنت هنا، فاكر قلت لك هختار منهم خمسة؟ انا فاكر حاجة زي كده. ها فلو بتعمل P، انا لسه ما اعرفش الفرق، انا هعرفك. هنعرف ان انا هختار C لو بختار من بنات او من اولاد او من كذا او من كذا، هختار C مش B. بس هفهمك ليه بقى، نفهم. ها بس اسمع، لو هما 100 بنت يبقى هما 100 هاخد منهم خمسة، فاهم حاجة؟ فدايما في البي او السي بتحط هنا العدد الكلي وبتحط هنا العدد اللي انت عايزه من العدد الكلي ده. هو هنا قال لك اربعة، اوكي خدت منهم اتنين مفيش مشكلة. انا عايزك دلوقتي كده اللي هو عايز اعرف الفرق ما بين البي والسي، بليز يا مستر عايز اعرف. هقول لك تعالى بص كده. حاجة غريبة جدا والله العظيم، كنت هموت. اسمع مش كنت هموت، كنت تعالى كده. بص يا كابتن، البي دي اللي طلعت 12، ركز كده. طبعا البي دي اكبر من السي، خدنا دي في الرولز ان البي دايما اكبر من السي حتى لو حاجاتهم واحدة. ركز كده، دي طلعت 12 ودي طلعت 6، وكاتب لك الطريقة بتاعتها. سيبك منها سيبك منها سيبك منها. انت عارف permutation يعني ايه بالعربي؟ ها permutation يعني تباديل. يعني ايه تباديل؟ مش فاهم، هفهمك. يعني انت معاك اربع حاجات، البي دي الفور بي تو تديك عدد الطرق اللي تختار بيهم اتنين من اربعة. بس خد بالك ان الترتيب يفرق، يعني هتاخد مين الاول ومين التاني. اسمعني بقى، ما هي دي اخطر حتة في الهاو ميني ويز. ها بيبقى السؤال مكتوب فانت بتقراه مش عارف الترتيب فارق معايا ولا لا. ها تعالى كده فهمك. بص كده، انا مثلا اول، بص اهو مش هما 12 احتمال، 1 2 3 4 وفي 3 صفوف، 3 في 4 ب 12، قدامك 12 احتمال اهم. اوكي بص، اول واحد اللي جه يختار اختار A بعدين اختار B، تاني واحد اللي جه يختار عينه وقعت على البي الاول خدها بعدين خد الايه، خد الايه، ده احتمال وده احتمال تاني. فواحد يقول لك يا مستر ازاي؟ ما المهم انه خد الايه والبي. الكلام ده بقى انت قاعد انت وابوك وامك قوله لهم. في الماتيماتكس مفيش حاجه اسمها كده. الترتيب هنا فارق معايا، عشان كده انا اخترت البي. انما لو الترتيب مش فارق معاك يا بابا خلاص. بص A وB، B وA، ده احتمال واحد. بص
عد معايا كده الاحتمالات. ادي احتمال انك اخترت الحرفين A و B وخلاص، اخترت بقى مين الاول انا مش فارقه معايا. ماشي، بص C و A ده تاني احتمال، ها وادي تالت احتمال اهو، وادي رابع احتمال اهو، دي وبي وبي ودي ما هو نفس الاحتمال، وادي خامس احتمال، وادي السادس، ست احتمالات، ها A وبي او A وC او C وA مش فارقه ما هو نفس الاحتمال. هنا اتعد مرتين على انه احتمالين فاداك ان في 12 طريقه، ها انما هنا اداك 6 بس. ليه 6 بس؟ ها عشان فكره الترتيب مش بتفرق معايا، اخترت الA والB. مين بقى الاول؟ انا ما عنديش حاجه اسمها اول، فاهم؟ انت بقى بتفهم انا عايز البي ولا السي. يعني مثلا هروح بعيد ليه؟ من شويه كان قدامي 100 بنت هنا، ها اخترت منهم كام؟ قلت هختار 5، اوكي، وانا بختار الخمسه دول هل انا هيفرق معايا؟ بص شهد، سلمى، مريم، استنى كده، هم 5، شروق، منا، ماشي اخترت 5، حفظت الاسماء، ركز كده، شهد، منا، شروق، مريم، مش فاكر الخمسة كانت مين، ها اخترت نفس الخمسة بس ندهت اساميهم بترتيب مختلف، هل ده يديك احتمال جديد فنستخدم البي، ولا الترتيب مش فارق فنستخدم السي؟ ها مش فارق طبعا، هو انا اوقفهم طابور؟ ما هو انت اسأل نفسك سؤال، هيفرق معايا الترتيب في ايه؟ يا باشا انا قدامي 100 قطعة، هتقول يا مستر دول بنات، يا اخي انا لا اكون حبيس اي حاجة، مش حبيس حاجة، انا قدامي 100 حاجة مختلفة، اكيد طبعا دول بني ادمين ربنا اللي خلقهم، فمستحيل تلاقي بنت هي نفس البنت، فاهم حاجة؟ مستحيل، يعني ممكن يبقى نفس الاسم بس مش نفس الشخص، اوكي؟ فانا قدامي 100 قطعة مختلفة، هختار منهم 5 عشان هكافئهم. انا ما عارف لو مراكز، استنى، لو هاجي اقول لك بقى المركز الاول هياخد كذا والمركز الثاني هياخد كذا والمركز الثالث، ساعتها هيبقى قدامي هما 100 P5 طريقه، لان هنا الترتيب فارق، مين المركز الاول، مين الثاني، مين الثالث، مين الرابع، مين الخامس، انما انا هاخدهم هكافئهم كلهم نفس المكافاه، او احنا طالعين رحله فاعلى 5 وخلاص هيطلعوا معايا الرحله، فالترتيب مش هيفرق، يبقى 100 C5. ها فهمت الفرق؟ واداك هنا مثال حي اهو، خلاص. طيب بالعربي دي اسمها تباديل، فالتبديل بيديك احتمال زياده، دي اسمها توفيق، معرفش يعني فالتوفيق بيديكش احتمال، مش فاهم، ها حاجه غريبه جدا، يعني انا سالت نفسي قبل كده كتير ليه اسمها توفيق، عشان يعني بتوفق حاجه مع مش فاهم، اوكي صلى على النبي. ملحوظه خطيره جدا، انت ما شفتش A و A ولا B و B ولا C و C ولا D و D، ها ولا هنا ولا هنا. ليه بقى؟ لان لا البي ولا السي ينفع تختار نفس الحاجة مرتين، عشان كده البي والسي دول اللي بنستخدمهم في الامثلة الحية. ليه؟ حضرتك شفت ام المية بنت اللي اتخانقوا معايا في المسألة، ها هنختار منهم 5، هل ينفع اجي اقولك مريم 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 مريم؟ ايه العبط ده، فاهم؟ وهختار نفس الشخص 5 مرات ازاي؟ في حاجات بتسمح بده؟ لما يجي يقول لك ايه بقى؟ with replacement. يعني ايه replacement؟ يعني بتاخد وتحط تاني. اخد واحط ايه؟ مش فاهم حاجه. يا باشا عندك انت مش هاخد بنات وتحطها، عندك 10 كروت قدامك. ها؟ كوتشينه. كوتشينه. هختار كارت. ها؟ اخترت ايه؟ اخترت كارت. وانا هكدب عليك ليه؟ اخترت كارت. طلع رقم، اوكي؟ فرجعت الكروت تاني، فانت رحت مفنطهم تاني، قال يعني بتشتغلني؟ ممكن وانا بختار كارت يطلع صدفة نفس الرقم، قلم وسخ، يطلع صدفة نفس الرقم تاني، فهنا التكرار وارد. يا جماعة انت عارف المشكلة في الدرس ده ايه؟ ان حواراته كتير. الترتيب يفرق ولا ما يفرقش؟ يفرق، خد البي. ما يفرقش، خد السي. يعني ايه الترتيب يفرق ولا ما يفرقش؟ يعني هل لو انا اخترت، انت عايز تختار هنا 2، ممكن اختار 3، ممكن اختار 3 حروف. السؤال بقى، هل لو انا بدلت التلات حروف ده هيديك احتمال اضافي ولا هو نفس الحاجه؟ لو هيديك احتمال اضافي استخدم البي على طول ما تفكرش، ها لو مش هيديك احتمال اضافي استخدم السي. هو مش هيجي في المساله يقول لك تعالى
خلي بالك انا الترتيب مش هيفرق، او هيجي يقول لك لا لا الترتيب هيفرق، مش هيقول لك مش هيقول لك، انت هتفهم. انا جيت بقول لك قدامي 100 ولد هختار 3 يطلعوا معايا رحله، ها هل الترتيب هيفرق في حاجه؟ ما احنا هنطلع طابور يا جماعه. عندي كده كام طريقه اختار بيهم 3 ولاد من اصل ال 100 100 C3 عشان الترتيب مش فارق وعشان التكرار مش مسموح. خلي بالك في البي والسي ما ينفعش اكرر، ما ينفعش اختار الاي والاي او البي والبي، ما فيش حاجه اسمها كده اصلا. ها ينفع اكرر يعني؟ معلش استنى بس، يعني في عالم المسائل بتاعت الهاو ميني ويز ممكن يجي يكرر حاجه؟ اه طب هنعمل ايه في حاجه زي كده؟ ما هو ليها طرق تانية. انا هنا بتكلم عن البرمنتيشنز والكومباينيشنز، الاتنين فيهم التكرار مش مسموح. التكرار ده معناه الريبليسمنت يعني الاستعاده، يعني انا مش هاخد حاجه وارجعها تاني. يعني انا لو قدامي 10 ورق كوتشينه، ها هختار الورقه اخليها معايا واقوم مختار ورقه تانيه اخليها معايا، لكن لو خدت الورقه ورجعتها ده يبقى في احتمال انك تختار نفس الحاجه مرتين، يبقى ابعد عن البي وابعد عن السي. البي هي السي في الحته دي، الفرق بينهم ان هنا الترتيب بيفرق، هناك الترتيب ها. يلا يا باشا كده تعال نشوف بقى المشاكل، ركز معايا كده. الجدول ده فيه 4 حاجات، لو في ريبليسمنت، لو في استبدال، تكرار وترتيب. في تكرار مفيش ترتيب، ودول اللي انا عارفهم. استاذنك بس كده ناخد الاثنين دول كده لوحدهم، دول بتاعت البي والسي. ها دي يا جماعه بيقول لك ايه؟ without replacement يعني مفيش تكرار، replacement يعني استبدال استعاده، يعني يعني الحاجه اللي هتختارها انت هترجعها تاني فممكن اختارها تاني. ها هو هنا بيقول لك without مفيش استعاده، لكن فيه arrangement في ترتيب، لكن هنا مفيش ترتيب. ايوه السي والبي، طب ما انا عارف الكلام ده، ما دي الحاجه الوحيده اللي انا عارفها، ده الجديد اللي انا هعرفه اللي هما الاثنين دول. فخلينا الاول نخلص من الاثنين اللي احنا عارفينهم دول ونستمتع بيهم. اوكي طيب، لو انت بتختار ان من اصل ار، امتى استخدم البي؟ لو لقيت ان الترتيب لو لقيت ان الترتيب هيفرق معايا وان ما ينفعش اكرر الحاجه مرتين. هنا لو لقيت الترتيب مش فارق بس هينفع اكرر حاجه مرتين. طيب تيجي نشوف مثال بشكل مجرد كاني مش فاهم حاجه، صلي بينا على النبي، كاني مش عارف ان دي كده بي. هو انت دلوقتي بتقول لك ايه؟ بيقول لك اختار 2 من دول. طب دول 1 2 3 4 5. لحظه كده، دايما يا جماعه لما باجي اعمل بي او سي، مش فارقه بي او سي يعني، بحط هنا الكبير هنا الصغير، وبحط هنا الاصل وده اللي انا بختاره منه. اوكي طيب انا هنا قدامي 1 2 3 4 5 ارقام هختار منهم 2، مش عارف بقى استخدم بي ولا سي ولا ارجع للطريقتين دول. اسال نفسك سؤال، التكرار والترتيب مسموحين ولا مرفوضين؟ كل واحده لوحدها، اسمع بالراحه تاني. ها ما خلي بالك، ما هنا مثلا التكرار مسموح والترتيب موجود، التكرار مسموح لكن الترتيب مش موجود، فاهم؟ نفس دي متكررين هنا، بس الفرق ما بين دول ودول ان هنا ما بينفعش اكرر نفس الحاجه اللي اخترتها مرتين، اللي هتختاره تختاره مره، انما هنا ينفع في الاثنين دول. اوكي فركز بالله عليك، انا دايما بسال نفسي عن حاجتين يا جماعه، التكرار هل ينفع اكرر الحاجه ولا لا، والترتيب التكرار هيضيف لي يعني هينفع اكرر حاجه، هينفع اختارها مرتين، الترتيب هل الترتيب بيفرق معايا حاجه؟ تعال نشوف. بص كده تعال نقرا دي، ها بيقول لك تو فورم تو ديفرنت ديجيتس، عايز اختار 2 من هنا، بص عليه ديفرنت، يبقى مفيش تكرار. اه انت هتختار رقمين مختلفين، يعني ينفع اختار 5 و5 ينفع اكررها؟ لا ما قال لك ديفرنت. ما انا لو عبيط مش هعمل كده، بالراحه يا جماعه. هو انت بتعرف منين التكرار موجود ولا لا؟ بقلبك. قال لك عايز 2 مختلفين يا جماعه، مختلفين يعني ما ينفعش اكرر الرقم، ها مختلفين يبقى التكرار مش موجود. طيب الترتيب، خلي بالك التكرار مش موجود، يبقى انا في الحته دي بص كده هنا
في الاثنين دول التكرار اه ها الفرق بين دي ودي دي ودي هنا الترتيب يفرق فبستخدم بي هنا الترتيب مش هيفرق طب الفرق ما بين دي ودي نفس الكلام هنا الترتيب يفرق فهستخدم ده هنا الترتيب ما بيفرقش فبستخدم القانون الوسخ ده دي اوسخ حاجه في ها تعال بس نكمل دي اوكي يلا انت هتختار هنا عددين ماشي فقلنا التكرار مش فارق يبقى احنا في السكشن ده طب الترتيب اقول لك هتختار تو ديفرنت ديجيت نمبر انت عارف ايه تو ديفرنت ديجيت نمبر يعني هو رقم واحد مكون من تو ديجيتس زي ده مثلا 23 لو اخترت 2 بعدين اخترت 3 ده كده اسمه ايه تو ديجيت نمبر رقم مكون من خانتين ديجيت يعني خانه ها فهل لو انا بدلت اخترت 2 و3 بس بدلت الرقم هيفرق من السماء للارض ده 23 ده 32 فهنا الترتيب يفرق طبعا فهستخدم بي ها نسمع تاني كده الفكره يا صديقي ان انت ما بيجيش هو يقول لك معلش انا اسف يعني هو لو في السؤال هيقول لك الترتيب فارق ولا لا والتكرار مسموح ولا مش مسموح انا اعمل ايه انا احل ايه ما هو قال لك كل حاجه هطبق القانون لا انا يا جماعه صعوبه الدرس ده يا باشا ما هو اربع قوانين قدامك طبقهم صعوبه الدرس ان انا اللي بفهم بشوف ينفع اكرر ولا لا وينفع ارتب او الترتيب هيفرق ولا لا وعلى هذا الاساس بختار القانون ها ده كل ده انا في الفئه الاولى بتاعت القوانين ده لسه في فئه تانية بتاعت الايه الخانات هنشوف ها بص كده تاني انا قلت لك الدرس ده هيظبط معاك قوي معلش يا جماعه انا اسف يعني انا انت عارف انا مش من الناس اللي بحب اتكلم عن نفسي كتير انا بسيبكم تقعدوا تهروا وبسيبك انت تتكلم ها لان انا فاجر مش عايز اتكلم عن نفسي بس هتكلم ماشي صل على النبي انا يا جماعه وصلت لي شكوى من الدرس ده قمه العار عمر الشربيني يبقى معاه طالب مش عارف يحل او ميني ويز ده انا عدهم على صوابعي وخلاص ايه يا عم في ايه هو كالكولس يعني يقول لي مش عارف احل انتجريشن اقول لك ماشي او حاجه صعبه تحدي ها لك انت جايب لنا عمر الشربيني يبقى معطى تمشي تقول للناس انا باخد من عمر الشربيني مش ان بلس ار ماينس سي ار يعني ما ها ها عوض يا كابتن انت بتتكلم انا يتقال لي كده لا يا باشا هظبط لك الدرس ده طب هظبطه لك ازاي تركز معايا دلوقتي في السمري ولما اجي احل هشلك ها مش انت بتقول لي عندي مشكله في الدرس ده انا بص هخليك ايه فوف هخليك ماشي تعد الطرق اللي في الطريق في حياتك فاهم اصبر بس عليا بس واحنا بنحل هشلك ليه بقى هتلاقيني في كل سؤال انا استنى بس كده عشان اتضايقت بصوا يا جماعه عشان اهدى استنى بس عشان اهدى استغفر الله العظيم يا رب صل على النبي ها ايه بقى هو كده لاين سي كنت اقول ايه اه افتكرت بص يا باشا انا عشان احل اي سؤال في الطريقه دي قبل اي حاجه محتاج اعرف لو حاجتين او ثلاثه هيحصلوا مع بعض اضربهم لو هيحصل واحد منهم بس يعني اور ده او ده او ده اجمعهم خلصنا من الحته دي خلاص من زمان اوكي طيب عشان اجيب الويز الطرق عندي حاجه من اتنين يا القوانين اللي هم الاربعه دول في غيرهم بس قوانين حاجات محفوظه ثوابت لكن خلينا نقول ان المسائل الطبيعيه هم يا اما قوانين وعندي الاربع قوانين دول كل ما عليك ان انت وانت بتقرا السؤال تعرف التكرار هيفرق والترتيب هيفرق ولا مش هيفرق اوكي طيب تاني طريقه الديجيتس اللي بيحط لك فيها كونديشنز شروط يجي يقول لك انا عايز اختار عدد ايفن حاطط لك شرط على خانه من الخانات اللي قصادك وهكذا هنشوف دي وهنشوف دي اوكي طيب ممكن اخد نفسي هو ما بيقولكش التكرار مسموح ولا لا والترتيب انا اللي بعرف انا هنا قال لي اختار تو ديفرنت ديجيت نمبر رقم مكون من 2 ديجيتس رقم كده مكون من 2 ديجيتس والاثنين مختلفين يبقى التكرار لا بما انه رقم مكون من 2 ديجيتس ما قالكش اختاره وخلاص ده هيحط بيهم رقم يعني الرقمين اللي انت هتختارهم بص تختار ايه تعالى ها 2 ماشي وايه و1 الرقمين اللي انت اخترتهم دول هو هيعمل بيهم نمبر مكون من 2 ديجيتس اوكي
2 و 1 انا عملت بيهم رقم 21. لو كنت اخترت 1 و 2 كنت عملت رقم تاني اسمه 12. ما هي دي معنى كلمه 2 different digit number. اوكي ها بص كده 3 5 1 ده كده اسمه ايه 3 digit number، عدد مكون من 3 خانات. اوكي فكده خلاص عرفت ان الترتيب التكرار التكرار سوري لا والترتيب يبقى ايه بي. تيجي نشوف مثال على السي. ها بيقولك انا عايز اعمل وجبه مكونه من 3 اطباق اختارهم من 5 اطباق. ايه ده لحظه كده عشان بره ايه هطلب اكل. اوكي فطلبت وجبه التنين. وجبه التنين دي اداني 4 اختيارات عشان الصراحه بعيد شويه، اداني 5 اختيارات. ها قال لي اختار منهم 3. ها في كام طريقه انا ممكن اطلب بيها الاوردر ده؟ هختار 3 من الخمسه دول خلاص يبقى انا كده معايا الان خمس حاجات اختار منهم 3 حاجات. محتاجين نعرف دلوقتي عشان اختار. يلا التكرار مسموح ولا لا؟ طيب ركز كده، هو ما قالش ديفرنت يعني بس هو سؤال. معلش تخيل انت معايا مثلا انا بختار من 3 اطباق. هو على فكره ممكن يعني انا حر يا اخي، انا عايز اختار رز ورز، انا حر يا اخي انا بحب الرز فاهم. بس هو هنا التكرار مش هينفع. ليه؟ لان الوجبات الطبيعيه يا جماعه انت لما تيجي تطلب حاجه بيديك ايه مثلا الاختيار ما بين رز فراخ لحمه، فمش منطقي ان انا اطلب فراخ ولحمه. انت متخلف، دي مشكلتك الشخصيه. فهو هنا عشان ما نحورش طبعا لو جالك سؤال في امتحان اخر السنه هو هياكد عليك المعلومه دي، بس هو هنا انا بختار 3 وجبات فالتكرار مش هينفع اختار نفس الطبق. ليه؟ انا معايا 5 اطباق هختار منهم 3 فهختار واحد وبعدين اختار واحد تاني، ما ينفعش اختار الطبق مرتين فاهم. اوكي فالتكرار مش مسموح. طب الترتيب هيفرق معايا؟ هيفرق ايه؟ فكر فيها كده يعني انا احب اكل مثلا لو انا اخترت رز الاول بعدين اخترت لحمه، ها طب لو اخترت لحمه الاول بعدين اخترت رز مش هيفرق حاجه ها انا دماغي لفت. يبقى ترتيب مش هيفرق، يبقى هتعمل ان سي ار. اوكي تعال نشوف الاثنين دول. طيب بيقول لك بقى لو ينفع الحاجه بتتكرر والترتيب بيفرق، دي مشهوره قوي ان باور ار على طول ما تفكرش بص ما تجليش، شوف هما كام حاجه وهتختار منهم كام حاجه واعمل الحاجه باور. خلي بالك الان دي الكبيره الاصل، الان الاساس العدد الكلي ها، والار هو اللي انا بختاره. اوكي فانا بس بقول لك ايه عايز اكون 2 ديجيت نمبر من دول، ما قالكش ديفرنت يبقى التكرار اوكي. ها الترتيب يفرق؟ اكيد هيفرق ما انت لو بدلت هيفرق. اوكي طيب دي بص ده بقى سؤال غريب قوي، بيقول لك تو ديستريبيوت عايز توزع 4 كور على 5 باسكتات باسكت كده. اوكي في هنا حاجه غريبه يا جماعه مش عارف تاخد بالك منها ولا لا ايه اللي حصل ده مش مهم، دي اغرب يعني دي اغرب من المساله. بيقول لك انا عايز اوزع 4 كور على 5 سلل هو جمع سله ايه؟ سلة زي فيلا فيلل سلل. اوكي طيب حاجة غريبة جدا سلل سلات. اوكي طيب كده فين الان؟ انا بوظت الاماكن كلها كده. فين الان وفين الار؟ ركز كده معايا حتى لو انت ما بتفهمش. اوكي هتحط الان في 5 والار في 4 لان لازم يكون الان اكبر من الار، يعني حتى لو انا مش بفهم قوي انا اسف اني بهينك يعني ها، فعلى الاقل انا بعرف احفظ ان الان لازم تبقى اكبر او بتساوي الار خلاص. بس انا هنا في حاجه يا مستر انا حاسس ان انا بوزع 4 على 5. ما هو انت لما بتوزع 4 على 5 ده معناه ان انت بتختار 4 من ما هو بص براحه انا قدامي كام حاجه كده 5 سلات صح، انا اللي بختار احط فيها كور ها، فانا بختار من الخمسة. انا مثلا جيت قلت السلة دي كده حلوة فهختار السلة دي احط فيها الكورة، مش لازم اختارها يا جماعة واخدها معايا فاهم، لا انا بحط فيها كورة مش فارقة بص بقى حد شاف فيلم انسبشن؟ ملوش علاقة بالموضوع ها بس انا عايز الفت نظرك لحتة في الفيلم ده.
حرر عقلك. ها يعني ايه حرر عقلك؟ يجب ان تتحرر من تلك القيود اللعينه. قيود ايه؟ مش فاهم. يعني انت واخد انطباع ان انا لما هختار حاجه من اصل حاجه يبقى هختار احطها في جيبي. لا يا باشا، يا باشا انا يكفيني كده ان اشاور عليها، اعمل فيها ايه لما اشاور عليها؟ مش مهم، انا هنا قدامي 5 سلات، اخترت السله دي هحط فيها كوره، بعد كده اخترت السله الثانيه دي هحط فيها كوره، ها بعد كده اخترت، يبقى انا عندي 5 بختار منهم 4. ليه؟ لان معايا 4 كور. اوكي طيب، فهمنا الحته دي؟ تمام زي الفل. سؤال بقى مهم، يلا. التكرار، هل ينفع اختار السله واختارها تاني؟ اه عادي، انا حر. يا باشا انا السله قال لك انها بتشيل كره واحده، لا يبقى انا ممكن اختار السله احط فيها كورتين 3 4، انا حر. يبقى التكرار فيه تكرار، يبقى انت بعدت عن الاثنين دول. ها انت هناك، لو الترتيب فارق اوكي، لو الترتيب مش فارق. طيب الترتيب هيفرق في حاجه؟ ركز كده فيها. اخترت دي وحطيت كره، بعدين اخترتها تاني وحطيت كره تانيه، او اخترت السله اللي على الشمال خالص حطيت كره، بعدين اخترت اللي على اليمين خالص حطيت كوره. اللي هيجي يخش عليها دلوقتي هيلاقي كوره هنا وكوره هنا، مش هيفرق معانا حطيت انهي الاول. ها فالترتيب مش فارق. هتطبق القانون ده جه منين؟ انا نفسي ما اعرفش. اوكي والله ما اعرف، انا عارف بصراحه، بس هو الموضوع احفظه. ها بصوا حبايبي، في السلايد دي انا عشان عامل سمري يعني، فعشان عايزك لما تيجي تراجع مثلا ليله امتحان او حاجه، او عايز تبص بصه سريعه، فوانت بتقرا بيفكرك يعني، هو عايز يقول لك ايه الفرق ما بين لو في ريبليسمنت ولو ما فيش ريبليسمنت. يبقى ال دي بقول لك الفرق ما بين التكرار وعدم التكرار. اوكي بيقول لك مثلا هتختار 5 اسماء في، عارف هات برنيطة ولا مش عارف اسمها ايه، ها قبعة، ها قبعة، وبيحط جواها مثلا 5 اسماء بتوع طلاب، احنا واقفين 5 اصحاب مثلا بنلعب اي حاجة. اوكي فانا حطيت كتبت اسمي واسمك واسمه واسمه واسم اسم 5 وحطيتهم في الايه، في القبعة دي، وقعدت كده ايه الخبطه. فجي واحد اختار اسم بشكل عشوائي، في احتمالين، لو هو بيختار يلاقي اسم، هو حاطط اسماء وسخه الصراحه، ايه اندو كايلا تايلر ايه بيسا. سيبك من الكلام العبيط ده، اخترت اسم واحد. اوكي لو انا هرجعه تاني، هو قال لك هنا ويز ريبليسمنت. يعني ايه ريبليسمنت؟ يعني استعاده، يعني هاخد استبدال، يعني هاخد الحاجه وارجعها تاني، فممكن اختارها تاني، فممكن يحصل تكرار. هو بيقول لك انت ممكن تختار نفس الاسم صدفه. اوكي هنا بيقول لك انت هتختار، فطبعا المثال نفسه عبيط يعني، هنا بيقول لك بقى without replacement، يعني انت هتاخد اسم، بعد ما تختار اسم خليه على جنب واختار اسم تاني. فهو انا كده ما استفدتش حاجه الصراحه من السلايد دي، بس انا فاهمك، انا بيني وبينك. اوكي انت بتعرف منين في المساله التكرار مسموح ولا لا؟ ها بتتخيلها، بتتخيل انك في الموقف، لازم تحس الموضوع، لازم تبقى جواه. فانت دلوقتي مثلا التكرار مسموح ولا لا؟ هختار ناس تطلع معايا رحله، فالتكرار لا مش مسموح، لا مش مسموح ان انا اختار واحد، انا قلت لك اختار 3 طلاب، ما ينفعش اختار الثلاثه نفس الواحد، فالتكرار مش مسموح. في كام طريقه ممكن اختار بيها 4 تيشرتات 3 جزم، فخلاص 3 جزم اكيد مش هختار نفس الجزمه تلبسها مرتين. ايه يعني مش هينفع اكرر حاجه انا بختارها؟ ما ينفعش اختار الجزمه دي والجزمه دي والجزمه، اخترت نفسك انت عبيط؟ ها ما هي دي يا دي يا دي. ها حد فاهم حاجه؟ اوكي طيب، تاني حاجه بيتكلم عنها الفرق ما بين الترتيب، تعرف منين في ترتيب او الترتيب بيفرق ولا لا، والترتيب ما بيفرقش، بتعرف منين؟ ها صلي بينا على النبي. مديك هنا مثالين واضحين، بيقول لك هنا مثلا لو انت هتختار رقم مكون من 2 ديجيت نمبر، 2 ديجيت، 2 ديجيت نمبر ده يا جماعه معناها رقم مكون من ايه؟ من 2. اوكي يعني مثلا لو انا قلت لك 1450، ده كده رقم مكون من 4 خانات، اسمه ايه في عالم الاعداد؟ ها اسمه 4 ديجيت نمبرز، نمبر 4 ديجيت نمبر. اوكي هنا ده لو انا اختار 2 من الاربعه دول، فهنا الترتيب فارق ليه يا جماعه؟ لان انا ممكن اختار 32 اختار 3 بعدين اختار 2
واحد تاني ممكن يختار 2 بعدين يختار 3، فده رقم وده رقم تاني، فالترتيب فرق. ها، انما لو انا دلوقتي مثلا اديتك هختار 3 يطلعوا معايا رحله، فاخترت احمد وياسر وعمر، لو انا قلت احمد وعمر او عمر واحمد ما فرقتش، هو نفس الايه، سوري، هو احمد وياسر وعمر، وانا اختار منهم 2 مش هتفرق كتير يعني. المهم انت لو اخترت احمد وعمر او عمر واحمد مش فارقه، هو نفس الاوبشن. ها، بصوا يا حبايبي، قبل ما هبدا بقى على تاني حاجه اللي هي طريقه الديجيتس، خلي بالك احنا قلنا كده الهاو ميني ويز حاجه من الاثنين، يا قوانين زي اللي هتشوفها دلوقتي اللي شفتها واللي هشوفها دلوقتي، يا اما ايه بيبقى قدامك شويه ديجيتس وبتختار منهم كام ديجيت معينين. اوكي، دي بقى شويه قوانين كده يعني ايه هنقراها بسرعه، ابقى افتح انت البي دي اف ده اقراها لو عايز. بيقولك لو عايز ترتب ان عربيات كتب، عايز ترتب 50 كتاب 5 كتب، ها، لو عايز ترتبهم في صف تبقى فاكتوريال 5، لو عايز ترتبهم في سيركل تبقى فاكتوريال 4. اشمعنى يعني؟ مش فاهم ليه دي اقل من دي، ها؟ عشان السيركل يا كابتن بيبقى فيهم احتمال دايما ناقص في كل واحد، مش فاهم يعني ايه، افهمك. لما انا برتب في صف، اوكي، لو انا بدلت الاول بالاخير هيديك احتمال، لكن في السيركل الاول والاخير المهم انها بتبقى نفس الدايره، ها، لو لفيتها كده مش فارقه كتير، نفس الترتيب. حد فاهم اللي انا بقوله يا جماعه؟ بص كده حضرتك، لو انا عندي اكس، لو انا عندي اكس واي زد، لو جيت كتبت واي اكس زد، لا غلط طبعا، استنى بس، لو جيت كتبت واي زد اكس، طب ما هي نفس الترتيب اكس واي زد، ده نفس ده، فاهم؟ فبيبقى اقل. انما في الصف لا يا باشا، لا يا باشا، اكس واي زد صف اهو، اول تاني تالت، غير زد اكس واي، ده وده في الصف احتمالين، في السيركل نفس الاحتمال، اكس واي زد اكس واي زد اكس واي زد، بص اكس واي زد اكس، فاهم حاجه؟ مش موضوع. طيب اقرا انت بقى الامثله دي يعني، ها، مفيهاش حاجه، لما نيجي نحل برضو هنشوف الكلام ده اكتر، نقراها يعني. بس بيقول لك ايه، عايز ترتب 5 طلاب في صف، عايز ترتبهم في سيركل، قوانين. الحاجات دي سهله قوي يا جماعه، ماشي؟ ليه سهله؟ لانها عبيطه. طب بص كده، ازاي تقدر توزع، تقدر ايه؟ توزع ار عدد معين من حاجات في ان عدد معين من الاماكن. عندي حاجات عايز اوزعها في اماكن معينه، صلي بينا على النبي، في فرق بينها وبين اللي فات. اللي فاتت بترتب يا صف يا ايه يا سيركل. طيب دلوقتي انا معايا حاجات هحطها في اماكن، زي مثلا عربيات، بص معايا 4 عربيات والجراج في 6 اماكن. 4 عربيات وعندي كام مكان؟ 6 اماكن. ما هو على حسب بقى الاماكن دي، ها، في صف يبقى ان بي ار، في سيركل يبقى ان بي ار، في سيركل بس متماثله، ها، يبقى ان ماينس 1 بي ار ماينس 1. دي يا جماعه كده ما تعتبرش، دي ما تعتبرش سيركل. ليه؟ لان دي سيركل بس الاماكن مختلفه، فدي زيها زي دي. افهم تاني، هو ايه اللي كان بيخلي السيركل تبقى غير الصف؟ فاكر انك لو اكس واي زد واي اكس، سوري، اكس واي زد اكس واي زد اكس واي زد، هي هي، فاهم؟ لكن هو هنا بيقول لك ايه، ديستينكت، يعني ايه؟ مختلف، متميز، حلو كده. فهنا يا جماعه كانها صف، لانك لو بدلت كده لا هيديك احتمال جديد، فالاثنين دول واحد. انما هنا لا، قال لك ايه بقى، ايدنتيكال. ايدنتيكال يعني ايه؟ متماثلين بالظبط، فلو بدلت كده لفيت هيديك احتمال ناقص. فنفس الكلام انت لما كنت بترتب الاثنين دول يعتبروا كانهم صف زي اللي فات، كنت بتعمل فاكتوريال ان، هنا كنت بتعمل فاكتوريال ان ماينس 1، دي بقى ان بي ار، ان بي ار، ها، لكن دي ان ماينس 1 بي ار ماينس 1. اوكي، حد فاهم الفرق بين اللي فاتت ودي؟ اللي فاتت انا معايا حاجات برتبهم، هنا انا معايا حاجات بحطهم في اماكن، ها، فركز كده معايا. لو معايا 4 عربيات هحطهم في جراج، 6 اماكن مختلفه، 6 اماكن مختلفه، يعني مثلا تيجي تركن في جراج في باكيا 1 باكيا 2 باكيا 3 6 بس مختلفين. اوكي، فانا عندي كام؟ 6 بي 4 طريقه.
اوكي. نفس الكلام لو كانت ست اماكن مختلفه في سيركل، مش فارقه برضو نفس الطرق. ليه يا كابتن؟ باكيا سيركل ايه؟ سيركل بس باكيا واحد، باكيا بص بص ايه الفرق بين الاولى والثانيه؟ ان دي باكيا واحد، باكيا اتنين، باكيا تلاته، باكيا اربعه، باكيا خمسه في صف، لكن دي باكيا واحد، باكيا اتنين، باكيا تلاته، باكيا اربعه، باكيا خمسه، باكيا سته، روح دخت في سيركل. ما فرقتش طالما هما الاماكن مختلفه. تفرق امتى بقى؟ بص كده، لو انت معاك اربع عربيات هتحطهم في ست ايدنتيكال، متماثلين بالظبط سيركل. في الحاله دي هتستخدم القانون ده. يبقى هم اربع عربيات صح، وكم مكان؟ ست اماكن، يبقى خمسة بي 3. شيل من دي واحد، شيل من دي واحد، طبق نفس القانون. ليه بتشيل واحد؟ عشان زي ما قلت لك لما بتلف بتديك نفس الاحتمال. اوكي نكمل. دي قوانين تافهه، ركز كده معايا هنا. يبقى انا كده خدت سكشنين وده التالت، ونقفل على القصه دي ونخش في قصه جديده. ها هترتب حاجات صف او دايره، هترتب حاجات في اماكن صف او دايره مختلفين فهي نفس الفكره، ولا دايره ايدنتيكال فتبقى فكره مختلفه. ها اخر حاجه ركز كده بقى، هترتب او هتوزع، ركز بالله عليك، اوكي، هتوزع برضو اراض في اماكن ان، بس ايه بقى؟ لازقين في بعض. مش فاهم يعني ايه adjacent، يعني ايه؟ ها متجاورين لازقين في بعضهم. تعالى كده نشوف، بص كده بيقول لك، تعالى نشوف مثال. بص كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك معاك جراج عايز تركن فيه اربع عربيات لازقين في بعض، ها، في ست اماكن. القانون اهو في صف. مستر ممكن افهم يعني ايه اربعه لازقين في بعض في ست اماكن؟ يعني كده. استنى، انت عندك كم مكان؟ واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسة، ستة، اوكي؟ لما هتيجي توزعهم ما ينفعش تحط لي عربية هنا وعربية هنا وعربية هنا وعربية هنا، ما هم أربعة يا مستر. أيوة بس أنت كده يا باشا عملت إيه؟ أنت كده عملت لي، لا، الزقهم في بعض. فهمت يعني إيه لازقين في بعض؟ ها؟ إيه الفرق بين دي واللي فاتت؟ اللي فاتت سداح مداح، اللي بيجي يركن يركن في الزريبة، ها؟ عايز تعمل بيعمل زريبة، لكن هنا لا يا باشا، الأربعة، الأربعة لازقين في بعض، اوكي؟ فبص بقى، لو هم في صف نفس الفكرة، اوكي؟ لو هم في صف، رول احفظ امه، انا اصلا مش حافظه، دايرة مختلفين، دايرة متشابهين، في مشكلة؟ الفرق الوحيد بين دي واللي فاتت، ها، ان دي الاربعة لا مؤاخذة لازقين في بعض، مش لازم اربعة يعني، ها، المهم ما ينفعش تسيب اماكن فاضية، لازم تلزقهم، ها؟ في حاجة صعبة؟ بصوا حبايبي كده، دول قانونين حلوين جدا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو معاك بوليجون عنده نمبر اوف فيرتيسز او سايدز ان، زي الهكساجون مثلا، ارسم هكساجون. ادي واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، حلوين، ها؟ هكساجون فاكيد سته. وفي كام سايد؟ في ستة. انت عبيط ولا ايه؟ بص بقى بيقولك ايه؟ هات لي عدد اللاين سيجمنتس اللي تقدر تكونها كابتن لو سمحت، عشان اكون اي خط محتاج نقطتين واوصلهم ببعض. اسمع تاني، انا معايا هيكساجون في ست نقط، في ست نقط، عشان اكون خط محتاج اتنين منهم وهوصلهم هيبقى خط. يبقى انت كده كأنك بتقول لي انا معايا ست نقط، خد منهم اتنين. طب الترتيب هيفرق؟ انا طبعا ما ينفعش اكرر. ليه؟ لان لو اخترت البوينت ايه واخترت الايه تاني، انا كده ما عملتش سيجمنت يا جماعة، لاين، ها؟ فانا لازم اختار ايه؟ بص كده، هختار مثلا النقطة دي والنقطة دي، ادي خط. النقطة دي ودي، ادي خط. هتقول لي ايوه بس ده سايد مرسوم. خط ولا مش خط؟ خط يا جماعة. اه خلاص، هختار النقطة دي ودي، ادي خط. طب لو اخترت دي ودي، ادي خط.
فكل خط بيتكون من نقطتين، فانا معايا 6 نقط بختار منهم 2. التكرار ما ينفعش، ما ينفعش اكرر، ما ينفعش اختار نفس النقطه مرتين. ينفع بس مش هكون لاين، يبقى انا مش عايز التكرار. الترتيب هيفرق؟ لا طبعا. هو انا لو اخترت دي ايه بعدين اخترت بي ده خط، طب لو اخترت بي بعدين اخترت ايه، ما هو نفس الخط. ها، فبتبقى ان سي 2. ليه؟ ان اللي هو عدد الفيرتيسيز اللي هم 6 مثلا، سي 2 انت بتختار منهم 2 عشان تكون لاين. مش انت عايز تكون ستريت لاين يا باشا؟ صلي بينا على النبي كده، انت عايز تكون ايه؟ ها، ستريت لاين. طب تختار 2 ها، عشان هو انت محتاج نقطتين، في مشكله؟ ده نفس القانون اصلا، بيقول لك ان النمبر اوف دياجونالز بقى، صلي بينا على النبي. عشان تكون دياجونالز هتاخد الان سي 2 اللي هم كل الخطوط. بس خلاص اوكي، كل الخطوط بشيل منهم الان. ليه؟ مثلا لو هو هيكسجون في كام سايد محتاجين يتشالوا؟ 1 2 3 4 5 6، دول مش دياجونالز. ها، فيبقى الدياجونالز هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن عدد كل الخطوط شيل منه عدد السايدز الاساسيين فيديك الباقي اللي هو الدياجونالز. ها افهم تاني، هو دلوقتي شكل معين. الشكل ده هيختار منه، الشكل ده هيختار منه نقطتين عشان اكون خط. اوكي طيب، شوف هما كام فيرتكس، سي 2 خد نقطتين، لا التكرار ينفع ولا الترتيب فارق. ها طيب لو انت عايز الدياجونالز بس، هو نفس الكلام بس هشيل منها عدد السايدز فيديك الباقي الدياجونالز. طيب بيقولك ايه الفرق ما بين الاوردر دي بير والست؟ خد تعالى، خد ياد تعالى يلا. ها ولد انت طفل، انت طفل، ما انا براجع بقى بعملك انك طفل. بص بص، عارف لما اجيب لك تفاحه؟ صلى على النبي. ها ايه الفرق ما بين الاوردر دي بير والست؟ بيعاملك انك طفل. ها، عارف لما يجيب لك مثلا تفاحه وبرتقانه ويقول لك ها ايه الفرق، فانت زي العبيط تقول له التفاحه لونها احمر والبرتقانه لونها برتقاني. سبحان الله. ها، ممكن تكون تفاحه خضراء يعني، وات ايفر. ماشي، هو هنا يا جماعه الصراحه يعني بيعاملني ان انا ايه الهبل ده. يعني امشي طب ولا اعمل ايه؟ ايه الفرق ما بين الاوردر دي بير؟ انه بيبقى اكس وواي، الترتيب بيفرق طبعا، دي حاجة ودي حاجة تانية لو لو بدلنا تفرق. لكن الست دي مجموعة، مجموعة فيها رقمين A و B، لو عملت B و A دي هي دي. ها، انما في الاوردرد اوردرد اوردرد بير، زوج مرتب، ما ينفعش ابدل. لو بدلت ينفع حقك بس هيديك احتمال جديد. فهنا الترتيب فارق، هنا الترتيب مش فارق. خلاص طيب، فهو بيقول لك بقى ان الترتيب لو فارق بنستخدم ال ان بي، لو سي يعني لو انت بتتعامل مع بيرمنتيشنز. سوري غصب عني قلتها، ما انا مش عيل صغير. بيرمنتيشنز كومباينيشنز. طيب تعالى بقى نتكلم بجد، بما ان يعني الحته دي اتكتبت. مش انا ما بعديهاش، انا مش هستنى المسائل يا باشا، صلي بينا على النبي. انت بتكلم واحد محترف اوكي. دلوقتي معايا set of 5 numbers 1 2 3 4 5. ها صلى على النبي. جيت قلت لك ان في set، دي الست دي هنسميها set، يعني مجموعه يا جماعه. ها، الست دي هنسميها اس اوكي. في set اسمها ايه؟ الست ايه دي عباره عن ايه؟ ها، اوردر دي بير A و B، which A و B belong to S، وال A not equal B. عارف كده ال A دي عددها كم؟ ها، هما 2 والترتيب فارق فيهم وما بيساووش بعض، يبقى التكرار مش مسموح والترتيب فارق. 1 2 3 5، P 2. في مشكلة؟ ها اسمع تاني الكلام ده يا جماعة. لو انت ما عدتش على ابتدائي واعدادي، انا مش فاكر امتى بالظبط بس انا فاكر اني درسته. ها كنت باخد درس مع مدرسه
احكي لكم حاجه يا جماعه، مش عارف انا قلتها قبل كده ولا لا، هضيع وقتك. لو انت من الناس اللي وقتك غالي قوي عندك، عدي الحته دي وخش في الشرح. انا هحكي حاجه بجد حصلت لي زمان وانا صغير، اقسم بالله بجد، انا عارف انت مش هتقتنع بده، لكن اقسم بالله، اقسم بالله ورحمه امي اللي بقوله ده حقيقي. ها وانا صغير كنت بقعد ورا خالص، كنت من الناس كنت متوحد تقريبا، مش عارف بس انا كنت خجول قوي، باين عليا. ها والله كنت خجول جدا، كنت بقعد ورا خالص وبفضل قاعد كده مستخبي، بخاف المستر او الميس تسالني، فانا بتحرج اجاوب. اوكي ببقى عارف الاجابه مثلا، فبقول اللي جنبي قولها يعني. ماشي والله كنت كنت بعمل كده. المهم ان انا في ابتدائي كنت باخد درس، احنا على ايامنا كانوا ايه اهلنا اللي هم لازم كلنا نخش هندسه ولازم كلنا نجيب 99 و98، يعني اخويا اللي فشل خالص جاب 94% قطعناه كلنا. ماشي المهم يعني كنت قاعد ورا، سوري قاعد ورا ايه، كنت باخد درس، فمدرسه الرياضه بتاعتي او كان اسمه حساب بقى زمان، مش فاكر كنت في رابعه ابتدائي او خمسه ابتدائي، وصلت لمرحله ان قالت لامي لا هو عنده مشكله، فممكن يروح لدكتور او يروح لايه اللي هو بتوع التخاطب دول، مش عارف اسمهم ايه، يعني بتجيب مدرسين معينين. المهم بالفعل امي استجابت لانها كانت يعني مهتمه بالتعليم، ما روحتش لدكتوره عشان كده باين عليا يعني، لا رحت ايه، جابوا لي مدرسه اسمها ايه، يعني جابوا لي مدرسه متخصصه في التعامل مع الهخل يعني، انا حمار فاهم، والله بتكلم بجد. فالمهم انا فاكر كويس قوي والله العظيم، فاكر الموقف ده كويس قوي. مش هقول اسمها ومش هتكلم في الموضوع ده عشان انتوا بتعملوا حاجه غريبه ساعات ممكن تيجي تعمل شير، فمش عايز ادخل في التفاصيل دي. بس المدرسه دي عملت ايه، جت ادتني اول حصه، بعد كده قالت لامي، قالت لها انا مش فاهمه، هو انتوا ازاي بتقولوا عليه غبي؟ انا سمعت الكلام، ما كنتش اعرف ان انا ما كنتش اعرف ان غبي، كانوا مخبيين عليا كانوا مخبيين عليا ان انا غبي، انا اتفاجئت بالموضوع. فهي لقيتها بتقول لامي ايه، بتقولها انت ازاي بتقول ان هو غبي، حتى امي بصت كده اللي هو انت ازاي بتقول كده قدامه. فقالت لها ايه، قالت لها يا مدام، والله فاكر طريقه كلامها حتى، قالت لها يا مدام ابنك ده عنده جوهره ممكن عليها شويه تراب بس عنده دماغ. انا طبعا فهمت بقى وانا صغير ساعتها، فهمت ايه، ان انا غبي، بس الست دي بتحاول تشجعني وبتقول عليا ان انا مش غبي عشان خاطر ايه، تحاول تشجعني، وهي قصده انا كنت عايش في نظريه المؤامره. ها انت مش متخيل زمان كنت عامل ازاي. فكنت بقى ايه، قعدت بقى قلت انا غبي وعشت حياتي ان انا غبي، انت عارف الاحساس ده. المهم ان في الاخر طلعت ذكي عادي، وكنت بقى ايه بعد ما خدت درس معاها كانت بتعلمني وكده. المهم ان هي اللي كانت بتشرح لي الحته دي يعني، اوكي، فكانت بتفهمني تعريف الـ الست المجموعات، انا كنت عربي مش لغات بس. فكنت بقى ايه، وصلت لمرحله بقى كده وانا في اولى اعدادي، كنت ببقى قاعد كده، كنت بتكسف اتكلم برضه، بس مثلا اي سؤال انا قاعد كده مش محتاج اركز يا جدعان، اقسم بالله والله العظيم انا مش بحب اتكلم عن نفسي، بس انت مش متخيل والله العظيم، انا من استغفر العظيم يا رب، مش غرور هو نوع من انواع الحب الذات فاهم، هي شويه نرجسيه كده. كنت بقعد يا باشا امتحان الرياضه ده كنت بحله في 5 دقايق، اقسم بالله ورحمه امي في 5 دقايق. امتحان ثانويه عامه انا مقفله تانية وتالتة، كان على ايامي تانية وتالتة، اقسم بالله مش عايز اتكلم عن نفسي سوري تعال نكمل. طيب انا كنت بس بحكي لكم القصه دي عشان افتكرت ان كانوا زمان بيقولوا عليا غبي، كنت هتضايق قوي يا ريتني طلعت غبي، والله العظيم كان ارحم من اللي انا فيه ده، عذاب. بص برمنتيشنز، صلى على النبي كده. التعريف ده يا كابتن لو انت عديت على ابتدائي او اعدادي الموضوع عدى. ها ركز كده معايا، اوردر دي بير A و B هنختاره من دول، عرفت منين؟ ما هو بيقولك ان ال A وال B في الاس، ايه ده؟ بيقولك ان ال A وال B دول اختارهم في الاس وما بيساووش بعض، يعني التكرار، ما هو كلمة ال A ما بتساويش ال B، يعني ما ينفعش اخد ال A وال B نفس الحاجة، فالتكرار هنا مش مسموح، وده اللي سمح لك استخدم ال B، اوكي؟ عارف لو هو كان عمل كده؟ ها؟ يلا حبايبي اخر طريقة، ها في الهاو ميني ويز، اخر حاجة ازاي او امتى بستخدم الطريقة دي. بص يا كابتن، طريقة المربعات، صلي بينا على النبي، سيبك من الكلام اللي مكتوب، لا في حاجة بس مهمة، امتى بستخدمها؟ لما يبقى في شرط معين على واحد من الديجيتس دي، اديني فرصة فاهمك. بص كده، لو انت معاك مجموعة فيها الاعداد دي
0 و2 و4 و1 و5 اشمعنى الاعداد دي اشربه؟ ها يا عم اي حاجه، هما دول كام واحد؟ 5. اوكي بيقول لك هم 5، سبحان الله يعني انا بعرف اعد. بيقول لك انت عايز تكون 3 ديجيتس نمبر. ركز بقى كده معايا، سيبك من اي حاجه مكتوبه، بالله عليك سيبك من اي حاجه مكتوبه. الطبيعي الطبيعي ايه اللي خلاني الجأ لطريقه المربعات دي؟ انا هشرحها هنا مالكش دعوه بالمكتوب، ركز معايا بعد اذنك. ها ايه اللي هيخليني الجأ لطريقه المربعات؟ ثانيه من فضلك. الطريقه دي بستخدمها في اني بحل او بجيب عدد الطرق مانيوال بنفسي بايديا. ها ما بجيبهاش اوتوماتيك بالقانون، لا بجيبها ايه؟ مانيوال. صلي بينا على النبي. العادي 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 كام رقم؟ 5. انت عايز تكون نمبر متكون من 3 ديجيتس. اوكي يبقى انت من الخمسة بتختار 3، والترتيب هو مفروض يقول ديفرنت، هو مفروض يقول ديفرنت، ما قالش ديفرنت، يبقى انسى اللي انا بقوله اصلا. ها دي مش بي وسي. ليه بقى؟ لان هنا بص التكرار، سوري التكرار ممكن تكرر عادي، الترتيب في ايه؟ الترتيب يفرق؟ اه طبعا يفرق. ما انت لو بدلت رقمين ببعض غيرت الرقم كله، ده هما 3 ارقام، فاهم؟ يعني بص كده لو اخترت 2 4 1 لو بدلت الفور بالتو وسبت الوان حتى زي ما هي، ده رقم وده رقم تاني خالص، ده 400 وحاجه، ده 200 و... لا 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 لا. اوكي طيب، فواحد يقول لي مستر ماشي، طب ما التكرار يفرق والترتيب يفرق، ما دي ليها قانون ان اللي هي 5 باور ار اللي هم 3. صح، القانون الاول ان باور ار، لو التكرار الترتيب يبقى ان باور ار. صح يس. عارف بقى هي غلط ليه؟ وده اللي هيخليني الجأ للطريقه اللي انا بقولها دي، ان احنا نعملها مانوال ومش هقدر استخدم القوانين اصلا، وما كانش المفروض اسال السؤال ده من البدايه. الزيرو الوسخ ده، اقسم بالله الزيرو ده لو ما كان موجود ما كنت فتحت معاك القصه دي اصلا، مش فاهم. هنا يا كابتن في شرط انا لازم اخد بالي منه. ها مش انت امسح ده كله، امسح ده كله، غلط غلط. مش انت دلوقتي بتكون رقم من 3 ديجيتس، ادي ديجيت ادي الثاني ادي التالت. في هنا حاله هو مش هيقولها انا لازم اخد بالي منها، ان في زيرو ما ينفعش يتحط في خانه الشمال. يبقى انا لو جيت يا جماعه بملى الثلاث خانات دول كده هقف 1000 مره عند ده. ده في شرط عليه. خلي بالك انت هتملى ده وده وده، شفت عملت و يعني اند. ها وبعمل ملتبلاي كاني يا جماعه عندي 3 تاسكس، 3 تاسكات. ده ليه كام طريقه وده ليه كام طريقه وده ليه كام طريقه، وهضربهم في بعض اهو. بس هي الفكره كلها فكره ايه بقى؟ طب انا ليه؟ ما بص لو الزيرو ما كانش موجود كان هيبقى ده ليه 5 حاجات، اختار براحتك 1 2 3 4 5 براحتك، وهنا 5 وهنا 5 اضربهم في بعض اللي هي 5 باور 3. طب ما كنت استخدمت القانون اسهل، افهمني بقى. تاني انت بتختار ديجيت ديجيت وتضربهم في بعض. الفكره فكره ايه؟ ها ان هنا في شرط، شرط بيخليني لازم احلها مانيوال. ايه هي بقى؟ سوري ايه هو الشرط؟ هو ما حطش الشرط، انا هقراها تاني كده مش هتلاقي شرط. انا بفهم الزيرو ده يا جماعه ما ينفعش يتحط على الشمال هنا. ليه؟ ايه معنى ان انا اقول 0 2 1؟ طب ما ده كده بيساوي 21. طب ما ده كده نمبر اوف 2 ديجيتس، لكن هو كان عايز 3 ديجيتس. افهم تاني، الزيرو ده لو اتحط هنا يبقى 201 201. اوكي ده رقم من 3 ديجيتس. اوكي لو اتحط هنا اوكي، انما لما يتحط على الشمال خالص meaningless وبيفقدك ديجيت من الثلاثه بتوعك، فيبقى لك 2 ديجيت، فكده انت ما حققتش اللي هو طالبه منك. ها يبقى اول حاجه لازم اخد بالي منها هنا ان في شرط، وبالتالي هضطر احلها مانيوال. بحلها مانيوال ازاي بقى؟ ها مش هما 3 ديجيت؟ املى 1 1 بس وانت بتملى ما تتخنزرش، يعني ما تبقاش خنزير، ما تملاش ده. لو هملى ده انا قدامي 5 ما فيش مشكله، صح؟
ما تملاش ده، املى اللي عليه شرط الاول. يلا عندي كام احتمال او كام رقم ممكن نحطه هنا؟ مش هينفع الزيرو، 1 2 3 4، عندك 4 احتمالات. اوكي ها، مليت اللي عليه شرط او قيد الاول. جامد، ده لازم يحصل. اقول لك ليه بقى؟ افرض انت جيت تملى التاني، ها، لو التكرار مش مسموح، لو هو كده كان قال لك 3 different digit، يعني ما ينفعش اللي خدته هنا احطه تاني هنا. فكنا هنقول انا هنا قدامي 5 ارقام بس انا ما بكررش، فانا مليت ده يبقى هكتب هنا 4، بس هو التكرار اصلا مسموح عادي، فيبقى 5 عادي، وهنا 5 عادي براحتك. ايه ده؟ 5 × 5 × 4، شوف ده هيطلع كام. اسمع تاني، بص كده، امتى بستخدم الطريقه دي؟ ها، لما يكون في شرط على ديجيت من الثلاثه او الاربعه او واتيفر عددهم. اوكي، ليه لازم املى؟ ليه لازم املى؟ يعني هنا ما كانش لازم املى ده، لو كنت مليت ده اسال نفسك سؤال، ده ممكن يتحط فيه كام رقم؟ انا قدامي 5 ارقام، ممكن احط هنا انهي؟ اي واحد منهم، فقدامك 5 براحتك. وهنا يا باشا براحتك، هنا في شرط ما ينفعش يتحط الزيرو، يبقى قدامي الاربعه دول بس، يبقى 4. اوكي، واضربهم. بس انا بقول حاجه بقى، ساعات بيقول لك ديفرنت، ها، فالرقم اللي هتختاره مره ما ينفعش يتكرر. بمعنى تخيل معايا نفس المساله دي بس لو كان كتب ديفرنت، صلي بينا على النبي كده بقى، ادي 3 خانات اهم. لو انا بملى عادي كنت هقول دي، ها، 5، دي كده هيبقى 4 بس. ليه 4 بس؟ هنا انت براحتك اختار اللي انت عايزه. طب ما انا هنا براحتي برضو، هو المشكله هنا. طب هنا براحتي اختار اللي انا عايزه، صح، قدامي 5. هنا انا خلاص اخترت ده، هتقول لي يعني اخترت 5؟ لا، اخترت 1 من ال5. يبقى هنا فاضل لي كام؟ بما اني اخترت ده الاول فاضل لي 4 بس، يبقى هنا فاضل لي 3 بس. بس الكلام اللي انا عملته ده لو ما كانش فيه شرط، ده غلط دلوقتي. ليه؟ لان انا لازم املى اللي عليه شرط الاول. ليه؟ مش ممكن انا املى هنا 1 وهنا 1 غير الزيرو، واجي اقول ان هنا كده فاضل لهم 3، ما انت مليت 2، ها، فاضل لهم 3، والثلاثه دول فيهم زيرو، فما ينفعش. عشان كده لازم الصح ان املى اللي عليه شرط الاول. طب افرض 2 عليهم شرط، ما ينفعش يحصل كده الا لو التكرار عادي. افهمني تاني، لو رفعت انت ايدك سالتني انت سؤال، ايه السؤال؟ مستر ليه لازم املى اللي عليه شرط الاول؟ فانا اروح مجاوب واقول لك يا باشا لازم تملى اللي عليه شرط، عشان اللي عليه شرط ده بياخد مكان واحد تاني، فاملاه الاول عشان لو التكرار مش مسموح ما ينفعش اكرر، ابقى مليت ده الاول. بص هفهمك قصدي، انا دلوقتي هنا قدام 4، املاهم براحتي من دول، مليتهم، مليت اول خانه، عندي 4 احتمالات. اجي هنا عندي كام احتمال؟ الطبيعي انك معاك 5، بس في واحد اتحط هنا يبقى باقي لي 4 ملتبلاي. هنا الطبيعي انك معاك 5، مفيش مشكله في الزيرو هنا بقى، بس في واحد اتحط هنا وواحد اتحط هنا يبقى باقي لك 3. فهمت؟ لما مليت ده الاول فرقت، لو كنت مليت ده كان هيبقى 5 4، وده 3. غلط. ليه بقى؟ لان 5 و4 انت مليت الاثنين دول، اتبقى هنا 3. ايش ضمنك ان الثلاثه اللي هنا ما فيهمش الصفر؟ ما انت شلت 2 من هنا، صح؟ ففاضل كام؟ مين قال لك ان الاثنين فيهم صفر؟ ما انت لو شلت الاثنين، تخيل اخترت 5 واخترت 1، ادي الثلاثة الباقيين فيهم صفر، ما ينفعش. عشان كده انا بعمل ايه؟ بملى دي الاول، خدت الاربعة دول، يا ده يا ده يا ده يا ده، عندي 4 احتمالات، تمام. هنا بقى انا خدت 1 من ال4 دول، ففاضل لي هنا انا ممكن اختار 5، بس في واحد اخترته انت خلاص، يبقى فاضل لك 4، وهكذا. اوكي؟ فدايما ركز، لو في شرط ولو في شرط املى الشرط الاول. تيجي نشوف واحده تانية، اها، ركز كده، نفس ال5 ارقام، عايز اكون 3 ديجيتس ويبقى الرقم ايفن. صلي بينا على النبي بقى، هنا كده يا كابتن اي رقم مكون من 3 ديجيتس في كده 2 conditions، ما ينفعش ده يبقى زيرو، نو زيرو، وده لازم يبقى ايفن.
ليه يا مستر؟ خدتها انا دي في سنة رابعة. انا كنت قسم رياضيات بحتة، فكنا في سنة رابعة بندرس مادة اسمها نمبر ثيوري، نظرية الاعداد. كان في نظرية بتقولك ايه؟ ان العدد مهما كان كام ديجت، يعني هنا مثلا 3 لو 40 ديجت، انت متخيل الرقم؟ بيبقى ايفن جاست ان كيس ان اخر ديجت على اليمين يبقى ايفن. يعني الرقم ده بص، لو 3 5، شوف الرقمين دول مش ايفن، 2 الرقم ده ايفن اقسم بالله. جرب تقسمه على الاثنين، ها؟ فواحد يقول لك استنى، يروح ماسك الكالكوليتر 352 ديفايدد 2، يدوس ايكوال، يطلع انتجر، فيتاكد ان العدد ده ديفيزبل اوف 2، يعني بيقبل القسمه على الاثنين، فيقول لك بس يبقى ده ايفن. ها مستر طلع ما بيكذبش يا باشا. النظريه دي انا اثبتها في 4 صفح. ها اثبات النظريه كان كنت بدرسه، يعني مش بثبته كده، انا مش عبيط ماشي. اثبات النظريه دي تقريبا 4 صفح. انت مش متخيل النظريه اللي بالنسبه لك جات لك كده بسيطه، هي صعبه جدا. ليه؟ برغم ان ده اود نمبر وده اود نمبر، ان الرقم ده كله كده ات اول هيبقى ايفن جاست ان كيس ان يكون اخر رقم او اخر ديجيت على اليمين ايفن. اوكي طيب ركز بقى كده معايا. يبقى انا كده لما اجي املى الثلاث خانات دول، سيبك من اللي مكتوب، اجي املى الثلاث خانات من الخمسه دول، اوكي عندي كام حاجه عليها شرط؟ ادي دي ودي. مستر شربو يس، انت مش قلت لازم نملى اللي عليه شرط الاول؟ هعمل انا ايه دلوقتي؟ في 2 عليهم شرط. لحظه بقى، انا بملى اللي عليه شرط الاول ليه؟ عشان لو هو قال لك ديفرنت، يعني من الاخر التكرار مش مسموح، فابقى مليت اللي عليه شرط عشان لما اجي املى الاثنين التانيين او الثلاثه التانيين او واتيفر عددهم، الموضوع يبقى سهل. هنا في كام حاجه؟ 2 عليهم شرط، املى مين فيهم؟ لحظه، لان لو التكرار مش مسموح، يعني لو قال ديفرنت، هو هنا ما قالش، لو قال ديفرنت انا هسيب السؤال، انا ما بعرفش احله. ها ما انا مش ساحر، ما انا خاف املى ده يبوظ، او املى ده يبوظ، لان انت هنا التكرار مش مسموح، اللي بتحطه هنا ما ينفعش يتحط هنا، واللي بتحطه هنا ما ينفعش يتحط هنا، واللي بتحطه هنا وبتحطه هنا ما ينفعش يتحط هنا، فاهم؟ بس ده عادي، ده معلوش شروط اصلا، يعني اي حاجه هترميها له هيوافق. ها طيب هو هنا التكرار عادي، فمش فارقه، لو عايز تملى ده الاول املاه، والله ما فارقه. ليه؟ التكرار عادي مش فارقه. تعال نملى ده الاول، يلا. ده الشرط اللي عليه ان ما ينفعش تحط الصفر، يبقى عندك 4 براحتك ملتبلاي. ها املى الخانه دي يلا، هنا ما فيش اي حاجه اصلا، فاهم يا باشا؟ عندك 5، حط اي زريبه مش فارقه. طيب اخر واحد، هو قال لك ان العدد لازم يكون ايفن، يبقى لازم الخانه دي تكون ايفن. طيب يبقى ادي 1 2 3. ايه ده، هو الزيرو ايفن؟ انت فاجئتني يا باشا. الزيرو ايفن ليه؟ يعني ايه ايفن؟ يعني لما بقسمه على الاثنين بيديك رقم انتجر ما بيبقاش فيه ديسيمال، يعني بيبقى حاجه 0.00، مفيش باقي قسمه. اوكي ف 0 ديفايدد 2 ب 0.00، مفيش باقي قسمه، ده هو اصلا مفيش رقم. مفيش رقم عشان يبقى فيه باقي قسمه. اوكي طيب يبقى ده ايفن. يبقى 1 2 3 في 3 ايفن، يبقى انت هنا عندك 3 اختار منهم، يبقى 4 في 5 في 3، اضرب دول. ها لو كان قال لك ديفرنت ما كنتش هعرف احل السؤال ده، طالما في 2 كونديشنز، اصل هاملة مين ولا مين؟ ها تعال نشوف واحده ديفرنت يلا اهي. بص نفس اللي ما عندناش غيرهم، وبيقول لك عايزهم يكونوا ديفرنت. ايه ده؟ اوكي بص كده بيقول لك عايزهم يكونوا ايه؟ ديفرنت. يبقى هتملى ده الاول، قدامك 4 اللي هم دول، ما ينفعش تاخد الزيرو. اوكي هتيجي تملى ده، مستر ده وده انا ممكن اخد اي حاجه صح؟ خد اي حاجه. يبقى انا هنا قدامي 5، لا ما انت في واحد حطيته هنا، يبقى باقي لك 4. هنا قدامك اي حاجه، خد الخمسه، بس في واحد اتحط هنا وهنا، يبقى لك 3 لان التكرار هنا مش مسموح. ها فهمنا؟ طبعا لما هنيجي نحل الموضوع ان شاء الله يتضح اكتر. لحظه بقى، بما اننا كده ايه خلصنا الهاو ميني ويز وهنخش في الباينوميال ثيرم، خليني اقول لك شويه ملحوظات. اوكي الارقام الديفيزابل اوف، اختار اي رقم عايز ديفيزابل اوف كام مثلا؟ ديفيزابل اوف 3
يعني ايه ديفيزبل اوف 3؟ يعني بتقبل القسم على الثلاثة؟ اه. يبقى الثلاثة زود ثلاثة ستة، زود ثلاثة تسعة، زود ثلاثة 12، وافضل زود ثلاثة. دي كده اسمها arithmetic sequence، متتابعة حسابية. ايه هي المتتابعة الحسابية؟ هي المتتابعة اللي بتبدأ برقم وبنزود نفس القيمة الثابتة كل مرة. بيبقى ليها ايه؟ بداية، ودي اسمه common difference، الرقم اللي بزوده او بنقصه. فالايه هنا البداية 3، والرقم اللي بزوده او بنقصه كام؟ ها؟ 3. دي اسمها arithmetic sequence. مش فارقة معايا قوي انا، بس قلت اقول لك معلومة انا عارفها. اوكي؟ طيب البرايم نمبرز، حد عارف ايه البرايم نمبرز؟ البرايم نمبرز اللي هي الاعداد اللي ما بتتقسمش على حاجة غير نفسها طبعا، ها؟ بالعربي اسمها الاعداد الاولية. يعني ايه اعداد اولية؟ يعني هي اللي بدأت، مفيش حاجة، هي الفاكتورز لأي حاجة لكن مفيش فاكتور ليها. زي التو، التو ما بتقبلش الاسم على أي حاجة غير التو طبعا، ما بتقبلش الاسم غير نفسها. الثري، أراهنك تجيب لي رقم غير الثري تقسمه على الثري دي، ها؟ مفيش. فور، لا الفور بتقبل اسم على الاتنين، خلي بالك ما ينفعش. طب فايف اوكي. سيكس، لا ده السيكس دي فشخة، دي بتقبل اسم على الاتنين وعلى التلاتة، ما تكتبهاش. برايم نمبر يعني رقم مش بيقبل الاسم على اي رقم غير نفسه. يعني الفايف ممكن اقسمها على فايف، اه تديك وان، لكن اي حاجة تانية، فايف على الفور لا، فايف على الثري لا. طيب سيفن، اه سيفن حلو جدا، ده برايم جدا. ايت بيقبل اسم على الاتنين وعلى الاربعة. طب ناين بيقبل اسم على التلاتة، ما ينفعش. طب تن بيقبل اسم على الاتنين وعلى الخمسة. طب 11، اه الاليفن حلو. 12 بيقبل على الستة وعلى الاثنين وعلى التلاتة وعلى الاربعة. سيبك منه بقى، 12 ايه وربنا ما انا مكمل، عشان السؤال ده وربنا ما انا مكمل. يلا حبايبي هنخش على تاني حاجة. هي الباينوميال ثيرم. صلي بينا على النبي كده. الموضوع في الاول والاخر قوانين. انا عايز اقول لك حاجة، اي حاجة انا بقولها في السامري انا بس بلملك الحاجة مرة واحدة كده اديها لك، لكن الحل اهم طبعا بكتير. الحل بتاعي يعني وانا بشرح، ها؟ لا الحل بتاعك انت. انا عايز اقول لك ان الالجبرا لو انت فتحت السامري دي قريتها انت وشفت المسائل محلولة قصادك قدام عينيك يعني بستيبس، وبذلت شوية مجهود صغير كده في انك تفهم كل مسألة وحلتها تاني بنفسك، الموضوع انتهى. ها؟ يعني انا بالنسبة لك ولا حاجة، مجرد اداة بتساعدك. ها؟ انا كمدرس، المدرس اللي بجد، ها، يبان في الكالكولس، في الداينامكس نقول ماشي، في الاستاتكس يعني مش قوي اصل هي برضو، ها، انما الجبرة، الجبرة يا جماعه، ها. بس مع ذلك تعالى كده نشوف، انا سر، انا عارف مشكلتك فين. ها، مشكلتك انت ما بتحبش انك تاخد رول وتقوم معوض وخلاص، انت بتحب تفهم. مثلا يعني اوكي، تعالى نبدا. طيب عشان انا مش عارف انا بقول ايه، صلى على النبي. بص يا باشا، الباينوميال سيرم دي بتتكلم عن ايه؟ لو انت معاك تو تيرمز، ادي تيرم وادي تيرم تاني، انا ما بقولش ان لازم يكون بينهم بلس، اوكي؟ البي دي يا جماعه اللي هي كوفيشنت الترم التاني، البي دي، ها، ممكن تبقى نيجاتيف، فدي كده نيجاتيف عادي عادي عادي، هما ترمين، اوكي؟ عليهم باور ان. لو فكناهم، تعالى هنا، لو فكيت براكت باور ان هيتفك لكام ترم؟ ترم اول تي 1 بنسميه تي 1 عشان ده الترم الاول، وادي الترم الثاني تي 2 اند سو اون لحد الترم الاخير، ها، تي ان بلس 1. ايه ده؟ مش ان؟ لا ان بلس 1. اه ما هم لو باور ان بيتفكوا يدوك ان بلس 1. هنروح بعيد ليه؟ البراكت سكوير لما كنا بنيجي نفكه، ها، فيرست سكوير ادي ترم، سكند سكوير ادي الثاني، فيرست باي سكند باي 2، ادي ثلاث ترمات. يعني انت لما جيت تفك براكت باور 2 اتفك اداك ثلاث ترمات، ها؟ لو جيت تفك براكت باور 5 هيتفك يديك ست ترمات. انت بتعرف تحل، سوري، انت بتعرف تفك البراكت الباور 2؟ اه كنت بعرف اعمله زمان، ها؟ دلوقتي بقيت بتعرف كمان تفك اي براكت لباور بوزيتيف انتجر. في مشكله كده يا جماعه؟ ها؟ طيب بص كده، بيقول لك انك لما تيجي تفك الترم الاول هيبقى عباره عن ان اللي هو الباور سي 0 في الترم الثاني اللي هو ده باشارته، ها، بتاخد الثاني كله. ركز كده، في نوتس مهمه لازم تسمعها، ها، بتاخد الثاني باشارته. يعني لو دي مثلا كده اكس ماينس 3 واي،
يبقى ان سي 0 باور 7 اوكي تبقى 7 سي 0 ها في نيجاتيف 3 واي اللي هو الترم الثاني باور 0 في الاكس اللي هو الترم الاول باور 7 الترم اللي بعده ها ان سي 1 في الثاني باور 1 في الاول باور ان ماينس 1 ها الثالث ان سي 2 في الاول باور سوري ان سي 2 في الثاني باور 2 في الاول باور ان ماينس 2 فمن هنا نقدر نستنتج قانون الجنرال ترم وده اول رول عندنا ركز كده بقى معايا هناخد 3 رولز بس المنهج كله 3 رولز سوري يعني المنهج ايه قصدي الباينوميال سيرم كلها 3 قوانين بعد كده بقى ازاي تجيب الميدل ترم شوية نوتس لازم تبقى عارفها ازاي تجيب الجريتست كوفيشن حاجات عادية ها طيب يلا يا باشا صلى على النبي اول قانون بيجيب لك الجنرال ترم اللي هو تي ار بلس 1 اوكي ان سي ار الثاني باور ار الاول باور الباور اللي هي الان ماينس ار اوكي ركز كده انا حاطط هنا ار خد بالك دي الاندكس انما الاوردر ار بلس 1 ده ها الترتيب هفهمك هو احنا مش لما كنت باجي بفك من شويه كنت قلت لك ايه هيطلع ها تي 1 بعد كده الترم اللي بعده هيبقى الترم الثاني بعد كده ها الترم الثالث فلازم تبقى واخد بالك من الفرق ما بين الاوردر والار اللي في القانون دي بص انا دلوقتي كاتب هنا في الاوردر ايه ده الاوردر الترتيب اوردر يعني ترتيب اوكي كاتب هنا ار بلس 1 يبقى اكيد افرض مثلا دلوقتي انا بحل ايكويشن ها ومثلا ليه ما انت هتشوف الحاجات دي كتير يجي يقول لك فايند ذا كوفيشنت اوف اكس سكوير فبتقوم انت جايب الجنرال ترم مختصره والكلام ده كله بتاخد الباور تساوي بسكوير ب2 يعني سوري ها تاخد الباور تساوي ب2 تجيب قيمه الار تطلع الار ب4 فيجي يقول لك كده ده الترم الكام التالت ولا الرابع ولا الخامس ولا زفت ها فتروح انت حمار مختار الرابع تقول لي ما هي الار طلعت 4 لا يا باشا الار ب4 ده الاندكس ها لكن الاوردر كده كام 5 ها في مشكله في الهبل ده طيب ركز كده معايا ازاي اجيب ريشيو ما بين تو كونسيكيوتيف تيرمز ايه كونسيكيوتيف ده يا مستر ها قانون الريشيو ما بين اتنين ورا بعض باشا صلى على النبي كونسيكيوتيف يعني ورا بعض ها ما تقعدش تكتب لك كونسيكيوتيف بلا بتاع يعني ترم واللي بعده ازاي تجيب الريشيو حط بس والنبي الكبير فوق يعني تي ار بلس 1 على تي ار بيساوي ايه ان ماينس ار بلس 1 على ار ملتبلاي الثاني على الاول اوكي هو المفروض يتكتب واي هي هنا مكتوبه غلط القانون كده غلط يا جماعه ولا هو قايل الكوفيشنتس لا المفروض تتكتب واي الثاني اللي هو بي واي على الاول اللي هو ايه اكس اوكي كده القانون ده غلط ناقصه ايه يعني بتحط التاني كله على الاول كله اسمع تاني بعد اذن حضرتك ها عايز قانون الريشيو ما بين تو تيرمز حط الكبير فوق مش الكبير اللي بعد يعني بص انت عندك ترمين ورا بعض تي 5 مثلا وتي 6 اوكي تي 6 على تي 5 القانون كده لو اتقلب عادي هتقلب دي وتقلب دي ها بس خلينا في الجنرال سيبك بقى من يتقلب والكلام ده نبقى نشوفه احنا بنحل ها طيب تي ار بلس 1 على تي ار عباره عن ايه ماشي ان ماينس ار بلس 1 على ار في الترم الثاني على الترم الاول في حاجه صعبه في مشكله عايزك تركز فيها الار دي هي السمولر اوردر بعكس القانون بتاع السي اللي خدناه في الاول خالص بتاعت السمري دي ها فاكر زمان قلت لك السي ايه كان حاطط هنا ار وهنا ار ماينس 1 فكانت الار هي الرقم او الاوردر الاكبر هنا لا الار هي الاوردر الاصغر يعني مثلا لو انا عندي القانون كده تي 7 على تي 7 اللي قبليه كام 6 ماشي تعمل ايه بقى يبقى ان اللي هو الباور ماينس 6 بلس 1 على 6 في الترم الثاني على الترم الاول مش موضوعنا خلاص كل اللي انا عايز اقوله ان في قانون الريشيو بناخد السمولر 1 اللي هو ايه الاوردر الصغير اللي تحت ولازم الكبير فوق والصغير تحت فلو بدأت دي قوانين يا جماعه ها انت بقى مش عارف ازاي تستخدمها اعرف حل كتير هتعرف الموضوع بسيط قوي مش محتاج حتى تحل كتير اخر حاجه ازاي اجيب الجريتست او سمولست تيرم ازاي اجيب اكبر تيرم في الاكسبانشن كله
في المفكوك كله، صلي بينا على النبي. عشان تجيب اكبر ترم محتاج، هي فين يا جماعه؟ في ايه؟ استنى بس استنى. محتاج تحل تو انيكواليتيز. بتعرف تحل انيكواليتي؟ ايه الانيكواليتي؟ اللي هو دي جريتر ذان اور ايكوال ليس ذان مش عارف ايه بتاع. بص يا باشا، اهم حاجه كانها اكويشن عادي وانت بتحل الانيكواليتي، لو ضربت او قسمت على رقم بالنيجاتيف ابقى اقلب العلامه دي خلاص. بس انت يعني مش هيحصل ان شاء الله. بص يا باشا كده، هتحل الانيكواليتي دي تجيب الار، وتحل الانيكواليتي دي تجيب الار. الانيكواليتي دي بيقول لك ايه؟ انت هتخلي التي ار بلس 1، انا عايز مكان اكتب فيه. بص 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 بص، ركز كده معايا. في هنا تي ار، بعديها هيبقى تي ار بلس 1، بعديها هيبقى تي ار بلس 2. ولا هو هنا مش عاملها بلس 2؟ لا عاملها صح كده. ركز معايا بقى. ها انا عايز طبعا في قبل دي حاجات كتير وفي بعد دي حاجات كتير، انا ما اعرفش هما كام واحد يعني. هو لو الباور ان فهم كلهم عددهم n بلس 1، ها؟ بس انا مش عارف دلوقتي هما كام واحد عشان مش عارف ال n بكام، ماشي؟ المهم ان انا هفترض مثلا يا سيدي ان ده اكبر واحد فيهم. اوكي، عايز اجيبه بقى شربه، عايز اقفش اكبر واحد ده. هل منطقي يا جماعه انه لو اداك اكسبانشن لبراكت باور 10 او ما انا فككهم هيطلعوا 10 ترمات؟ هم اولا مش هيطلعوا 10، هيطلعوا 11، ماشي؟ هيطلعوا 11 ترم. هل منطقي ان انا امسك ال 11 ترم دول واحسب ده واحسب ده واحسب ده واقعد اشوف فين مين فيهم اكبر واحد؟ عشان تعرف اكبر واحد في كله محتاج تحل تو انيكواليتيز. اول انيكواليتي اللي تخلي ان ده على ده التي ار بلس 1 اللي هو اكبر واحد بقى على اللي قبليه يكون جريتر ذان اور حتى ايكوال 1. ده معناه ايه يا جماعه؟ بص، ما هو انت بتحل الانيكواليتي دي. بص دي اول انيكواليتي. فين الثانيه؟ هو ايه اللي هو عامله ده؟ انا مش عارف هو ليه عمل كده. ايه التانية يا جماعة؟ دي اول واحدة، دي تاني واحدة. اوكي، اول واحدة، بصوا يا جماعة سيبك من المكتوب، سيبك من المكتوب، الموضوع ابسط من كده بكتير. لما اجي احل هشرح لك دي تاني من الاول كأني ايه، كأني معرفش القانون بس المفروض بعرفه هنا. اوكي، هتعمل التي ار بلس 1 على اللي قبليها جريتر ذان 1، والتي ار بلس 2 على اللي قبليها ليس ذان 1. بص كده، ما انا لما اقسم ده على ده، ده فوق وده تحت، ما انا كده كده قانون ريشيو يا جماعه بيكون الكبير فوق والصغير تحت. فانا لما اجي استخدم قانون ريشيو ما بين الاثنين دول هحط ده فوق وده تحت. اوكي، ركز كده، مفروض ان ده اكبر واحد في كله، يعني ده اكبر من ده ومن ده، صح؟ فانا لو قسمت ده على ده، ده فوق كبير وده اصغر منه، فالريزلت بتاع الديفيجن بما ان الكبير فوق هيبقى greater than 1. كلنا عارفين يا جماعة ان انا لو معايا x على y لما يكون اللي فوق اكبر بيكون ده اكبر من الواحد، لان اللي فوق انت بتقسم حاجة كبيرة على حاجة اصغر. اوكي، طيب لو اللي تحت هو اللي اكبر هيبقى ده اقل من الواحد. فانت هتعمل كده inequality مرتين، مرة هتقسم ده على ده وهيبقى greater than 1 اهي حلها، ومرة هتقسم ده على ده بس هيبقى less than 1 اهي حلها. بعد ما تحل هتاخد اول ار بتحقق الانيكواليتي دي، واول ار بتحقق الانيكواليتي دي وتتاكد ان هما نفس الار فتفرح. ها ركز كده معايا، يعني ايه يا مستر اتاكد ان هما نفس الار؟ انت هتاخد او هتجيب الار اللي تتناسب مع الاثنين، ها، اللي هتنفع هنا وفي نفس الوقت هتنفع هنا. طيب ممكن اخد نفسي، كده الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ سوري، القوانين دي بتتكلم عن ايه؟ ما اتكلمتش عن حاجه. انا قلت لك انك لو معاك باينوميال وعايز تفكها، هي باور ان بيطلع عددهم ان بلس 1، بتتفك بقانون الجنرال ترم بتاعه اهو. اوكي، قانون الريشيو اهو، عايز تجيب اكبر ترم محتاج تحل التو انيكواليتيز دول. ليه بحلهم؟ عشان ده لو اكبر واحد يبقى ده على اللي قبله اكبر من واحد، وده على اللي قبله اصغر من واحد لان اللي تحت ده اكبر واحد. هتجيب الار، عرفت الاندكس فعرفت الاوردر، ارجع لقانون الجنرال تيرم، هات بيه اكبر تيرم. واحد يقول لي مستر حاسس ان انا مش فاهم قوي. ها مش مهم، ما انا هاجي احل حتى لو انت مش فاهم، ده معناه ان انت اصلا ما كنتش مذاكر، يعني المفروض ان دي مراجعه. بس باي ذا واي، حتى لو كده لما هاجي احل هشرح من الاول ان شاء الله. اوكي، طيب
في اي مشكله في اللي انا بقوله ده؟ يلا حبايبي كده نشوف بيزكس، حاجات يعني المفروض انت تبقى عارفها بالمنطق. اول حاجه بيقول لك بما ان عدد الاكسبانشن بيبقى ان بلس 1 اللي هو الباور زائد 1، اوكي؟ فبيقول لك مثلا يعني لو اداك a بلس b كده باور 2n ماينس 1 يبقى هو فيها كام ترم؟ زود 1. ها؟ طب لا باور ها؟ زود 1. في مشكله يا جماعه؟ اوكي؟ طيب بيقول لك في اي ترم، في اي ترم عموما ماشي؟ الباور اللي على الاولاني زائد الباور اللي على الثاني بيديك الn. تيجي نشوف ليه؟ بص كده. هو اي ترم الجنرال طالما انت بتقول at any term يبقى انت كده بتتكلم عن الجنرال ترم، اوكي؟ طيب تي ار بلس 1 بتساوي ايه؟ ان سي ار في الثاني، ها؟ اللي هو هنا مسميه بي بي واي باور ار في الاول اللي هو ايه؟ اكس باور ان ماينس ار. فهو بيقول لك في اي ترم في الدنيا خليك عارف انك لو جمعت الباور اللي على الترم الاول بلس الباور اللي على الترم الثاني لما اجمع دول كده يديك ان. في مشكله في المعلومه دي، هي تعتبر بيزكس بس هو ممكن يجيبها لك في سؤال تشوز كده محتاج واحد بيفكر، فبدل ما اقعد افكر كتير ها لا انا احفظها احسن. يبقى انا كده عرفت نوت خطيره جدا، خلي بالك خلي بالك منها. في اي ترم عموما بيكون الباور اللي على الاولاني بلس الباور اللي على الثاني مجموعهم بالان اللي هو الباور ده. في مشكله كده؟ طيب يعني بص مثلا كده، سوري، في الاكسبانشن ده ركز بالله عليك، ركز ها. شايف الترم ده هو ترم سوري هو بيتكلم عن اكسبانشن تاني. طيب طب ما دي سهله، بص كده بص دي، تخيل سؤال جالك كده اهو اهو. بص اذا كان الترم ده 10 بي سكوير اي باور 3 از ا ترم ان ذا اكسبانشن ده، تعرف تجيب الان؟ سوري مش البي الباور اللي عليها زائد الاي الباور اللي عليها لازم يكون بيساوي الان، يبقى 2 بلس 3 لازم يساوي الان، يبقى الان اكيد ب 5. ها حلوه صح؟ طيب بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عايز تجمع الكوفيشنتس، عايز تجمع الكوفيشنتس في الاكسبانشنز كله حط الاكس دي ب 1 والواي دي ب 1 يبقى ايه بلس بي اجمعهم باور ان. بص كده فهمك قصدي، هات اي اكسبانشن في الحياه 3 اكس ماينس 2 واي باور 10، اوكي؟ ده لما هيتفك 10 سي 0 في الثاني باور 0 في الاول باور ان ماينس 0، 10 سي 2 10 سي 1 في الثاني باور 1 في الاول باور ان ماينس 1 اند سو اون لحد 11 ترم. اسمع اللي انا هقوله دلوقتي، لو انا عايز السم اوف ذا كوفيشنتس، لحظه كده، انا عندي 10 ترمات اللي فيه رقم جنبي اكس وجنبي واي باور 3 واللي فيه رقم جنبي اكس سكوير وواي واللي واللي واللي. طب بما اني عايز اجمع الكوفيشنتس يبقى انا بجمع الارقام دي بس، ده زائد ده زائد ده، يعني من الاخر انا مش معتمد لا اكس ولا واي كاني مش شايفهم. ما هو ده معنى كلمه كوفيشنتس يا جماعه. هو انا لو قلت لك 3 اكس سكوير واي دي كده دي ها الكوفيشنت بتاعتها كام؟ 3 ها. فعشان تجمع الكوفيشنتس انت واجع دماغك ليه؟ ما هو طالما انت مش معتمد لا اكس ولا واي يبقى انت عايز تقول لي ان الاكس دي حط مكانها 1. ما بص هو مش كاتب هنا ولا ايه؟ اهو بيقول لك حط مكان الاكس والواي واي فاريبل موجود 1 ها؟ فيبقى مجموع الكوفيشنتس شيل الاكس ب 1 والواي ب 1 يبقى 3 ماينس 2 يبقى 1 باور 10 ب 1. ده كده سم اوف كوفيشنتس. اسمع تاني، السؤال ده بيجي كتير قوي، انا نفسي مش فاهم ازاي سؤال زي ده يجي في الامتحان لانه سهل قوي. ديتها ايه؟ ها؟ هتقوم ماسك الكالكوليتر خلاص حط اي اكس ب 1 وواي ب 1 يبقى 3 ماينس 2 باور 10 طلعت 1 خلاص. ها في حاجه صعبه؟ يلا يا كابتن سكيلز نوتس رولز تعال نشوف الكلام ده. ها بيقول لك لو معاك، لو انت عايز تجيب الميدل تيرم ركز بقى معايا كده، لو انت معاك a بلس b باور n الباور ده ها عندي احتمالين عشان اعرف اجيب ميدل تيرم، اوكي؟ لو الباور ايفن هيبقى في ميدل ترم واحد عباره عن ايه؟ نص الباور زود عليه واحد، ده الاوردر، ركز كده معلش،
الترم رقم اللي بيتكتب هنا كده رقمه او ترتيبه اسمه اوردر. انا مش هقدر اديك قانون يجيب لك الميدل ترم على طول، ها. انا ممكن اجيب لك الاوردر بتاعه، يعني مثلا اقول لك بص والله يا ابني لو البراكت باورتين، ها، الميدل ترم هيبقى الترم رقم، استنى كده عشان انا بعوض في قانونه خلاص، 10 باور 2 5 بلس 1 يبقى 6، الترم السادس. روح انت بقى من قانون الجنرال ترم اللي هو ان سي ار في الثاني باور، هنا الار بكام؟ ولا استنى، اوعى حد يجي يا جماعه يعوض هنا يقوم كاتب ان سي 6، لا، القانون بيقول لك ان سي ار ودي ار بلس 1، يبقى الار ب 5، ها، يبقى ان سي 5 في الثاني باور 5 في الاول باور 10 ماينس 5، ها، هتجيب الترم السادس من القانون، جبت الميدل ترم، ها. انا مهمتي هنا ان اجيب لك الاوردر بتاعه اهو، اوكي. انما هو لو الباور اود زي 11 مثلا بيقول لك بقى ان مش هيبقى فيه ميدل ترم واحد، ده هيبقوا فيه اتنين في النص، وده منطقي على فكره. ليه بقى؟ لان الباور لو اود، الباور اود يبقى عددهم ايفن. ازاي؟ انا مش فاهم. اقول لك لو هو باور 11 يبقى هما كده لما هيتفكوا هيبقوا كام ترم؟ 12 ترم. انا بقى عايزك تجيب لي اللي في النص ما بين 12 واحد، تخيل معايا 4 بلاش 12 عدد زوجي، في كام واحد في النص؟ الاثنين دول في النص يا جماعه. ليه؟ ما هو انا لو خدت ده قلت ده في النص، في اثنين قبله وواحد قبله، لا مش هينفع. طب لو قلت ده انا في النص، ما ده اثنين قبله واحد، اللي في النص دول لازم يكون اللي قبلهم قد اللي بعدهم، فهنا هاخد الاثنين دول. ليه؟ في واحد قبله وواحد بعده. ها، اسمع تاني. لو الباور ايفن اصلا يبقوا عدد الترمات ايه؟ ها؟ فاكر انت لما انا كنت في سنه رابعه لما قلت لك كنت باخد ماده اسمها نمبر ثيري؟ انا لسه قايل الكلام ده، ها؟ في النمبر ثيري دي برضو كان في نظريه في الاعداد بتقول لك ايه؟ ان اي عدد زوجي العدد اللي بعديه فردي، واي عدد فردي العدد اللي بعديه زوجي، ها؟ هو ايه العدد اللي بعديه وعمال تيجي كده؟ ايوه، ما هو لو انا عندي باور رقم معين عدد المفكوك ده لما هفكه ان شاء الله هيبقى زود على الرقم ده واحد، يعني هو باور 11 يبقى هما كام واحد؟ 12. فلما يكون الباور فردي يبقى عددهم زوجي، فيبقى فيه 2 ميدل تيرمز. وبعدين القانون اهو n بلس 1 ديفايدد 2 وn بلس 3 ديفايدد 2، يعني انت هنا لو باور 11 هيبقى فيه كام عدد، سوري، هيبقى فيه كام ميدل تيرم؟ معلش انا اسف اقول لك حاجه، انا مش هجيب لك الميدل تيرم، او انا مش ساحر يا جماعه، انا هجيب لك الاوردر بتاعهم، هيبقوا فيه 2 ميدل تيرمز، اوكي؟ طيب هي باور كام؟ 11، يلا 12 اوفر 2 يعني تي 6، واللي بعده ما تحورش، ما انت لسه هتحسب، انت لسه هتحسب، ها؟ بس القانون ده مهم؟ مهم، عشان لو في حاجه مجهوله ابقى حافظ القانون، ان بلس 1 على 2 وان بلس 3 على 2، في مشكله يا جماعه؟ طيب اخر حاجه معلش ركز فيها كده، لو قال لك انا عايز الاوردر فروم دي اند، طيب اكس، لو قال لك انا عايز الترم السابع فروم دي اند، شايف ده كده؟ لو فكناه عادي 1 2 3 4 5 6 7 اقفش لي السابع ده هاته، ها، هعوض في القانون بتاع ايه؟ ان سي ار في الثاني باور ار في الاور باور في الاول باور ان ماينس ار، ها. لو هو قال لك انا عايز الترم السابع حط الار ب 6 في القانون، عايز الترم السابع يبقى ان سي 6 في الثاني باور 6 في الاول باور، الباور ده اللي هو ان ماينس 6، في مشكله كده يا جماعه؟ ها، طب لو قال لك انا عايز الترم السابع فروم ذا اند، عندك طريقتين، اوكي. الطريقة الأولى لو عايز أجيب الترم السابع من نهاية أعمل إيه يا جماعة؟ بص كده حركة حلوة، ها؟ أبدل الإكس بالواي والواي بالإكس، بس والنبي كل حاجة بإشارتها، يعني بص لو هي كده، لو هي 1 ماينس إكس وأنا عايز الترم السابع فروم ذا إند، هلغي الإكسبانشن ده وهعكسه، هيبقى باور 10 برضه، بس هعكس الأول بالتاني. أيوه يا باشا، هو إيه الفرق لو أنا يا جماعة ماشي كده من البداية عادي وان انا امشي العكس من النهاية؟ اقول لك، وانت ماشي من البداية عادي، ها، بيبقى الترم التاني هو التاني
والاول هو الاول. بتوصل هنا بيبقى الاول هو التاني والتاني هو الاول. يبقى انا لو عايز ارجع بعمل العكس. مستر انا مش فاهم. اوكي بص، لو ركزت في المفكوك ها هتلاقي اول ترم ان سي 0 مش مشكله ها في التاني باور 0 في الاول باور ان اللي هي ان ماينس 0 ها. فالتاني باور 0 والاول باور ان. روح لاخر ترم خالص هتلاقي التاني هو اللي باور ان والاول هو اللي باور 0 ها. فقصه الموضوع ده لو قال لك فروم دي اند بدل الاتنين دول ببعض وخلصت. هات الترم السابع عادي في المفكوك الجديد ها. تاني هو هنا انا هوريك طريقه تانية دلوقتي بس انا بقول لك دي اللي احنا كنا بنحل بيها. لو انا عايز الترم السابع عادي هجيب الترم السابع عادي. لو قال لك السابع فروم دي اند هتبدل الاتنين دول ببعض. بس دي نيجاتيف اكس تكتبها الترم الاول ودي بوزيتيف 1 تكتبها الترم الثاني. في ناس يا جماعه يقول لك 1 ماينس اكس هبدلها اخليها اكس ماينس 1 ها. ده خرا اللي انت عملته ده، او ده مش تبديل، ده اسمه قرف. ده حاجه بالنسبه لي انا ها undefined غير معرفه اصلا. هو ايه اللي انت يعني انا مش فاهم، انا بجد مش فاهم. انا عندي 1 ماينس اكس اه، يبقى الترم الاول قول لي كده ايه 1 والترم الثاني قول لي كده ايه نيجاتيف اكس. لما اقول لك بدلهم اها يبقى ده نيجاتيف اكس وده ال1 تقوم انت مبدلهم مخليها اكس ماينس 1 تخلي الاولاني اكس وهو كان نيجاتيف اكس وتخلي الثاني نيجاتيف 1 وهو كان 1. لا طبعا خلاص. فانت بتبدل يبقى خلي بالك من الاشارات دي طريقه. واجيب الترم ال7 الترم السابع تي 7 اوكي. لما هعمل كده هبقى جبت التي 7 فروم ذا اند ها. لكن في حاجه، في حل تاني خالص بيقول لك ايه بقى، احفظ القانون ده. بيقول لك لو انت عايز الترم اوردر فروم ذا اند بتعمل ايه يا باشا؟ عددهم ماينس الاوردر اللي انت عايزه بلس 1 ها. يعني بص كده، هو دي غلط، هي دي غلط، دي مش نمبر اوف تيرمز، دي الان اللي هو الباور يعني اوكي. بص كده تاني هكتبه لك هنا. لو عايز فروم ذا اند يبقى ان ماينس اللي انت عايزه مش عارف اسميه ايه، سميه اكس مثلا بلس 1 اوكي. فبص كده انا دلوقتي مثلا عايز الترم التالت من النهايه. ركز بقى كده معايا، هي باور 10 تبقى 10. ما تكتبها يا جماعه، ما تكتب 3، انا مش فاهم في ايه ماينس 3 بلس 1 ها. في مشكله. انا حاسس الموضوع يعني الاكزامبل ده غريب. بص بقى ممكن اقول حاجه، انا اسف ان انا كتبت الطريقه دي ها. صلى على النبي، حل دايما بالطريقه بتاعتي الاولى. ان انا بعمل ايه يا جماعه؟ لو قال لك عايز الترم رقم كذا من النهايه ما تشغلش دماغك بالموضوع ده، بدل والنبي وانت بتبدل بس ما تغيرش الاشارات ها. دي نيجاتيف اكس تبقى هي ماشي، وقت الترم عادي. يلا حبايبي كده فكات مشهوره ارجو انك تبقى عارف شكلها 1 بلس اكس او 1 ماينس اكس، المهم ان الترم الاول هنا 1. خلي بالك دي بتيجي كتير قوي ها، بس ما بتجيش كده بقى، ما بي... مش بيجيب لك 1 بلس اكس باور ان ويقول لك فكها. بتيجي مفكوكه وانت اللي بتعرف الاكس دي بكام. ما انت فاهم ان اول واحده بتبقى كده كده 1، اللي بعدها بتبقى اكس، اللي بعدها بتبقى اكس سكوير. فانت بتعرف من الترم الثاني ليه بقى؟ هقول لك. صلي على النبي، مبدئيا كده لو هي بوزيتيف اكس تعرف انها بوزيتيف اكس، لو هي نيجاتيف اكس تعرف انها نيجاتيف اكس. واحد يقول لي سبحان الله، لا ما هو انت مش واخد بالك. في الثاني يا كابتن كده كده في سكوير على الترم الثاني، مش انت بتعمل ان سي ار في الثاني اللي هو ده باور ار؟ فلما هعمله باور 2 ها هيلغي النيجاتيف لو هي نيجاتيف. يا بص ما هي هنا كانت نيجاتيف اوكي، لكن طبقا للفكه ان سي 2 في الثاني باور 2 فالنيجاتيف ما بقاش موجود. فانا بعرفها من الترم الاول. بص اهو من الترم ده بقدر اعرف، ركز معايا بالله عليك، على فكره من ده ومن الاخير. ليه بقى؟ هقول لك. من ده تقدر تعرف الان اكس، من ده تقدر تعرف الاكس باور ان، فتقدر تتوقع. هنشوف لما نيجي نحل اوكي. طيب ايه دي؟ بص كده، دي طبعا انا مش حابب قوي الفكره دي. يعني هو بيقول لك ان لو في براكت وانت في ثلاث ترمات حاول تعمل ده فاكتورايز، فهو نفع يتعمل له فاكتورايز ها. بس التارجت بتاعي بقى
لو ما اتعملوش فاكتورايز. بص كده، افرض انا عملت كده اكس بلس واي بلس زد باور ان، حد فاكر كنا بنعمل ايه؟ ها دي كان ليها جدول، هفكرك. كنا بنعتبر ان ده كده ها هو الترم الاول، وده كده هو الترم الثاني، ولما نيجي نجيب الجنرال ترم كان بيبقى ان سي ار في الثاني باور ار في الاول، اللي هو عباره عن اكس بلس واي باور الان ماينس الار دي. ها وكنت بعمل ايه بقى؟ قصه حزينه، كنت بمسك ده كده وافكه باكسبانشن تاني، بسمي دي مثلا ار داش، واعمل جدول واجيب كل قيم الار الممكنه وقيم الار داش اللي اصلا بتعتمد على الار، وبلا بلا بلا بلا. قصه حزينه، ها كانت مساله حوار، فاكرها؟ انا مش عايز افتكرها. ها لما نيجي نحل هفكرك بيها تاني، ماشي؟ ممكن اخد نفسي اقول لك حاجه، كل بس اللي انا عايز افكره لك افكرك بيه سوري، ها ان لو معاك براكت هنا باور 10 فلازم التي ار بلس 1 دي الار دايما بتكون ايه؟ من الزيرو اخرها 10. ها ليه يا باشا؟ لو سمحت، مش هو الترمات من 1 ل 11 والار قبل الترم ب 1؟ مش فاهم. الترم الاول الار بتاعته كام؟ ها زيرو. الترم الثاني الار بتاعته كام؟ 1. الترم ال 11 الار بتاعته 10. ها فدايما يا جماعه بتبقى الار محصوره ما بين ايه وايه؟ ما بين الزيرو والباور، اوكي؟ ها الحته دي مهمه، ماشي؟ طيب طبعا دي حاجه مشهوره قوي، لو معاك تو كونجيجيتس ده كده مع ده كده اسمهم كونجيجيتس، يعني هم نفس الحاجتين بس الاشاره اللي في النص مختلفه، اوكي؟ وباور نفس الباور ان، ماشي. لو جمعناهم هيبقى 2 في الحدود الفرديه كلها، لو طرحناهم هيبقى 2 في الحدود الزوجيه. ها في حاجه صعبه؟ قانون وبابا اسمعوا. يلا حبايبي كده السكشن ده بعنوان ازاي تجيب الترم اللي كونتين اكس باور كي، صلي بينا على النبي. ها بقانون الجنرال ترم فك واختصر ومش عارف ايه وجمع، فاكر انت لما كنا بنقعد بايدي دي فاكر؟ ها وكنت اقول لك شيل كل ده كده، شيل كل الكوفيشنز بالارقام بالباور بتاعها ب ب ب ب، وجمع بقوانين الاكسبوننشالز بتاعتك اكس يكون عليها باور 1. اصل صل على النبي، ده كابتن التي ار بلس 1 ده قانون الجنرال ترم. ها فانا بعمل ايه؟ بص دي اكس باور اي باور ار، باور الباور ملتبلاي تبقى اكس باور اي ار، ماشي؟ في اكس تانية؟ لا اهي، جمع لي بقى الكوفيشنز دي كلها، ده كده الكوفيشنت، اوكي؟ طيب دي اكس باور اي ار، انت عايز تدور على اكس باور كي فهتساوي الباور بكي تجيب الار. ها انا بقول لك دور لي على الاكس باور 3. ها فبتقوم انت عامل ايه؟ بقانون الجنرال ترم تفك تختصر تتصرف، ها وتقوم ماسك الباور بعد ما تجمع. خلي بالك في حاجه لازم تجمعها تخليها اكس واحده عليها باور 1، اوكي؟ انت بتدور على اكس باور كام؟ 3، تقوم مساوي الباور ده ب 3، جبت الايه؟ جبت الار. خلي بالك بقى انك بعد ما تجيب الار لازم الار تكون، بص هو كاتبها هنا مش حلوه، لازم الار تكون من 0 لان وتكون انتجر. لازم، لو طلعت الار فراكشن مش هتنفع، يبقى كده this expansion doesn't contain x power k. ها فاكر فاكر في مسائل البروفز اللي هي مش هتيجي يعني، بس هو ممكن يسالك يقول لك هي فيها ولا ما فيهاش، كنا بنجيب الار تطلع بنيجاتيف، يبقى ما فيش. ما هو ما فيش يا جماعه، ما فيش ترم الار بتاعت يا كابتن لو سمحت، الار بتبقى من 0 ل n ولازم تبقى انتجر، يعني 0 1 2 0 1 2 3 لحد ال n، خلاص؟ ها طيب لو قال لك انا عايز الترم الفري اوف اكس ساوي الباور بزيرو، في مشكله؟ فري اوف اكس يعني ما فيهوش اكس، ها يعني ساوي الباور بزيرو. بصوا كده يا حبايبي، اخر حاجه ده شرح المساله بتاعت اللي بيكون فيها جدول وتجيب الار بدلاله الكي وقصه حزينه كده. انا افضل تستنى لما احل عليها سؤال احسن،
او ها او ترجع للحصه الاصليه تشوف انا كنت بشرح الكلام ده ازاي. طيب قبل ما نروح نحل ونشوف اجزاء الحل، كنت عايز افكرك بان انا انا بميل بميل لقانون الريشيو. فلما كان مثلا يجيب لي تي 10 ايكوال مثلا تي 8 بلس تي 9، اول ما تلاقي ترمات كتيره كده يا باشا استنى، يحط لك هنا 5 يحط لك هنا 7 مش مهم، اول ما تلاقي ترمات كونسيكيوتيفز، ايه كونسيكيوتيف دي؟ يعني ورا بعض، ها اهو بص 10 8 9، اقفش اللي في النص واقسم كله عليه اللي هو 9 يعني، لا 8 9 10، يبقى 9 اللي في النص اقسم كله على تي 9، يبقى دي تي 9 دي تي 9 دي اقسم على تي 9، اوكي يحصل ايه بقى؟ دول هيكنسلوا بعض، ها دي هتبقى قانون الريشيو مقلوب. قانون ريشيو ان ماينس ار الصغيره ها بلس 1 على ار في الثاني على الاول، ده يبقى قانون ريشيو مقلوب، ده يبقى قانون ريشيو معدول. فانا انا انا بميل لقانون الريشيو، انا بحب استخدم قانون الريشيو. اللي بيلفت انتباهي ويخليني دايما ابقى عايز استخدم قانون الريشيو حاجه من حاجتين، يا الاقي تو تيرمز كونسيكيوتيف قوي يعني ورا بعض على طول، او بينهم واحد فرق. مثلا بص من كتر ما انا بميل لقانون الريشيو، لو جاب لك تي 9 ايكوال 7 تي 7 اقسم على تي 8 اللي في النص بينهم ما بين ال 7 وال 9 في ايه؟ 8. قانون الريشيو معدول، قانون الريشيو مقلوب، لان المفروض الكبير بيبقى فوق. ها هنشوف الكلام ده لما نروح دلوقتي حالا نحل، اوكي.